بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم سعادة مدير الجامعة. أهلا وسهلا سعادة الوكلاء، سعادة العمداء، السادة الحضور الكرام. يطيب لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بالتعاون مع العلاقات العامة والإعلام بالجامعة تنظيم ورشة عمل تأهيل المعيدين والمحاضرين للابتعاد، والتي تهدف إلى تعريف أظهرية التدريس من المعيدين والمحاضرين على الإجراءات والمعلومات الهامة للحصول على قبول وابتعاد خارجي. وخير بداية لنا في هذا اليوم تلاوة عطرة من كتاب الله يتلوها عليكم يوسف بن بغيح البحام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. والآن مع محاضرة سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الموسى مدير الجامعة بعنوان تجارب الابتعاث والمبتعدين. أولا حياكم الله في هذه الورشة والشكر لجميع القائمين والزملاء الحاضرين. عن وجودنا هنا أنا سبقناكم يعني فترة معينة أنا وزملائي نبي نسلم بكم الرؤية ولازم نسلمها بقوة. صح ومعتمدين على هذه الرسالة اليوم هي بيدي وبيد زملائي أن نسلمها بكم بعدكم أنتم تسلمونها إلى من خلفكم. أنا من تجربتي في الابتعاد وأعتقد أني أقدر أقول أني أستطيع أني أعطي حكم يعني على الابتعاد حكم خبرتي 6 سنوات في برنامج خادم الحرمين الشريفين أكثر من بعض زملائي لم تتاح لي الفرصة وليفوقني في مجالات أخرى. أنا دعوني أتكلم الحقيقة على بعضكم ذهب ودرس وبعضكم ما ذهب، وذلك بقترب يعني أنا بعض النقاط وأهم المشاكل اللي تواجه الطلبة والطالبات. أول نقطة أو أول رسالة أقول وبالوالدين إحسانا. البعض منكم إذا راح برا نسى أمه وأبوه. قضاء ترى يعني الوالد سببنا بعد الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود. البعض منكم يعني اسبوعين ثلاثه ويا ريت يتصرف على امه ويمن فيها بعد وعلى امه وعلى ابوه. فبالوالدين احسانا لان اساسهم اساس توفيقك. والله سبحانه وتعالى تعرفون يعني كيف عظم اجر البر بالوالدين. ثانيا الولاء للدين والوطن والانتماء. الولاء هو ان تؤدي ما عليك. كل يستطيع ان ينتقد، لكن انت لماذا لا تنتقد نفسك؟ انت ماذا قدمت لدينك ولوطنك ولنفسك؟ يعني انت مطالب شرعا امام الله سبحانه وتعالى وأمانة أنك أنت اسمك طالب ومطالب بالمراسلة ومطالب ما دمت موجود بالتدريس والحضور. واضح؟ فكثير من الزملاء يحاول يتنصر ومنهم والله أعطوني مادة بعيدة عن تخصصي. القانون قانون يا أخوان يا أخوات. عجبتني دكتورة القصير
وذكرت المثال هذا للزملاء، واتمنى ان اخذ منها نموذج. كانت معنا في كليه الحاسب جامعه الامام، وهي الان تدرس القصيم. هتفتني قبل الدراسه باسبوعين قالت يا دكتور انا اوكلوني قسم بالرياضيات وبودي اذا في احد عندك بس ما في احد يعرف. هي من الجزائر، ما يكون جزائري يساعدني انهم كلفوني بماده تتكلم مع دكاتره. عندي 5 مواد مختلفه والان انا قاعد احضر ودي واحد يساعدني بالماده معي ولا لا؟ وانا الان لاسبوعين ومعي الاسبوع الاول والثاني انا محتاج شهر، فارجوك تساعدني واعطتني المفردات اللي تريد الدكتور من عندنا يساعدني. احنا نبي نصحى الروح. كثير من الاخوان يضطرب انه والله زاد مالي، وبعدما بدات تتذمر اعرف انك خاسر. كل واحد منكم يخط مجده بيده. وانا انصحكم نصيحه لله، تعاونوا مع رب العالمين. حسنوا النية للدين والوطن والانتماء والعطاء. ثالثا، ليس عيبا ان تخطئ ولكن العيب ان تستمر في الخطأ. وليس عيبا ان تصل متاخرا لكن العيب ان لا تصل مطلقا. واضحه الرساله؟ واضح ولا مو واضح؟ كلنا نخطئ لكن نرجع. نتعثر لكن نصل. رابعا، القبول الجاد. من تجربتي بالابتعاث يمكنني قابلت يوميا اقل من 300، ولما اسافر اقابل المحليين واقابل المبتعثين. كم قابلت انا؟ يمكن قابلت يمكن 200,000، يمكن قابلت 200,000. كم توقعون؟ واسال انا دائما هالسؤال، فبعذريني كم معي ولما قبل اذا جو يشتكون. للعلم في امريكا كان عندنا لما تركت البعثات عام 2017 و18,000 يدرسون اللغه الانجليزيه، في 6,000 مهاجرين ما حصلوا قبول. يعني يشكلون كم؟ 33%. وش 16؟ وش 20؟ وش 30؟ وش 40؟ وش 50؟ انا لا تنكرون اني عبد الله موسى واقف قدامكم مستعرض. انا اقول لكم تجربه، انا الدكتور سليمان والدكتور حسن الدكتور الشلهوب الدكتور صايع، انا متاكد انا اعرف ان زملائي اللي ما راسل 30 40، انا مراسل 450 جامعه، معبي 93 جامعه تابع معها ابلكيشن، ودافع فلوس ما دفعت للدولة، وكان راتبي 5142 معي ولا لا؟ وندفع ابلكيشن ما تغير اللي هو 50 دولار او 40 دولار ولا تفهموني اني انا قدامكم استعرض. انا اقول ان القبول صعب. اسالوا زملائكم الدكتور عبد العزيز الدكتور عبد الله، اذا ما كان واحد منا راسل 30 40 50 60 لن يصل مطلقا. من انت؟ المنافسة شديدة بالقبول على مستوى العالم ككل. مو اليوم، بس اليوم سهلة بالنسبة لكم. يعني في وقتنا كنا نرسل بريد، تروح تودي البريد، تجلس شهرين 3 أشهر، يجيك الابلكيشن، تقعد تقرا الابلكيشن، تسوي تعبئة، ترسل بريد، تجلس لك سنة. اليوم انت بالانترنت تفتح الابلكيشن وعندك نموذج وبدي فايل وحمل الفايل حقي وكل شيء، صح ولا لا؟ فانا اعطيكم من الان، اذا ما حد يراسل اكثر من 50 جامعه ترى خاسر. خذوها مني الان. ولا تقول والله شروط وكذا، ممكن الان يسقط اسمك، ممكن يعطونك كونديشنال ادمشن، ممكن ترى احيانا مع الاصرار. من تجربتي انا بالابتعاث وغيرها انهم يحصلون يعني شو اسمه يعني حصل قبول في الجامعه، كما يزاد العدد ما يتقدم احد، بعدين الجامعات كثير. يعني بريطانيا الاخوان بيبلغونكم في تقريبا 10 جامعات بتكون معتمده تقريبا. وللعلم من كل قسم، وهذا اللي انا ما ابي، انا ما راح يعني فيرست كم فيرست سيرف، كل قسم يروح مع المشكله واحد فقط. وهذا يتطلب انكم انتم
كلية العلوم الإدارية والأخوات في مثلاً العلوم الصحية أو الأقسام العلمية تعرفون إذا صدر قرار عبد الله الموسى لقسم المحاسبة بجامعة إكسفورد لن يذهب معها أحد. راسلت ما راسلت صدر قرار على زميلك من يتقدم ولو فرق ساعة هو الذي سيأخذ المقعد. وبالتالي أنتم ملزمون جميعاً بالتنسيق فيما بينكم في قضية أن كل قسم في أي جامعة في العالم يسمح طالب. الجامعة ما عندنا مشكلة يمكن يصير فيها 15 لكن لن يسمح في كل قسم من أكثر من شخص مطلقا. اختيار الجامعة الجيدة أعطيكم أنا ثلاث تجارب من زملائكم. كان عندنا جامعة أربن يونيفرستي وأنتم تعرفون قضية التكدس ويتكلمون عن طريق أحضاني يبلغكم التكدس هو يعني مرحلة قبل الإيقاف. اليوم القطاع الخاص للعلم ترى نظر الجامعات يقول الجامعات معتمدة أو غير معتمدة، جامعة ضعيفة منقفة للتكدس، صار في وعي كامل إنك أنت رايح الجامعة ضعيفة فأنت في زهرة شبابك، ليه تضيع عمرك وتدور لك جامعة أسوأ من السيئة؟ أذكر طالب فكيف تقول الوالدة كان وكيل وزارة ما يمكن. المهم دخل هذا الطالب ودرس وخذ الماجستير وسبحان الله العظيم قبل شهر ونص رايح على مكتب استقدام إلا هو يقابلني دكتور كيف حالك؟ عرفتني؟ قلت أنا عرفت الحقيقة لأن فيه يعني يدر كانت شوي يعني هذا فقلت نعم عرفتي. يا والله دكتور ليتني اخذت نصيحتك، انا الان مكتب استقدام مع ماجستير. طيب زهرة شبابك انت طالب وطالبه وانت عضو التدريس مستقبلي، ليه تروح المكان ضعيف جدا وتكون هذه نهايتك؟ انتم تركتم افضل اللي اخترناك مع اني في حشرات اقل منكم واجتهدنا ان اخذناكم بالزملاء مع الزملاء، فليش انت تختار الاضعف بما كسبت يمينك يعني او يداك. اختيار الجامعه الجيده ترى مطلب اساسي. الخلاف الاسري، من منكم متزوج؟ لاخواتك وهنا قضيه كبيره في الابتعاد، سواء من حيث الشك بالزوج او الشك بالزوجه يجب أن يكون هناك توافق فيما بينكم، ولا تعتقد الزوجة أو الزوج أن جاي يدرس. إذا كانت البنت ما تدرس وهو هي مع زوجها أكيد تصاب نفسيا وما أدري إيش وكذا. فأنا أعتقد من تجربتي بالابتعاث ما كثير في أمور تافهة، يعني يا الزوجة ما تترك زوجها يدرس أو الزوج ما يعطي زوجته أيضا حرية للخروج والدخول، يعني خلاص أنها جالسة هي ما هي جمال هي بشر. فنعتقد أن لابد من التغاضي وغض الطرف، ما نتكلم في الأشياء الأساسية ولكن الخطأ وارد وتقليل مجال الاتهام من الطرفين. طبعا في كتب موجودة اللي وزعناها عليكم قضية العلاقات الاجتماعية وقضية المشاكل وقضية، أنا ما راح أتكلم على قضية احترام الأنظمة. أنا البعض منكم عنده مشكلة اللغة أو الجيمال أو الجيارية، من مانع أن يدرس هنا؟ من مانع أن يدرس؟ حتى المعيدين ممكن يسجلون مدير، يعني نريد همة عالية. ترى ما يسوى لي يا اخوان سواء اللغة أو الدراسة، أنا ملاحظ أنكم أنتم مستبسطين الموضوع. أنا في مجلس التعليم العالي الأسبوع قبل ثلاثة شهور تم تحويل 1095 رجل وامرأة معيد إلى وظائف إدارية غير قادرين على الحصول على الدرجة العلمية. 1095 بالجامعات السعودية تم اعتماده. فأنت لا تضيع وقتك، إذا أنت ما أنت بجاد وهذا الجهد
لا يضيع وقتك، شوف لك شيء مكان اخر. ولن اناقش انا اي شخص مستقبلا الا يكون يعني بعد ما مع الدكتور عبد الله مقاسم ردود واخذ وعطاء اقل شيء 50 جامعه، اقل من 50 جامعه انسوا الموضوع وانسوا القبول. انا اتكلم لكم عن تجربه، مو تجربه فرد، مع تجربه 142 الف شخص من نيوزيلندا الى فانكوفر كندا. للعلم العام القادم انا ضربت من الاخوان في الكليات اجتمعنا ان يكمل النصاب للجميع. تكميل النصاب للجميع هو الحل الوحيد علشان تروحون لمصلحتكم. احنا ضربنا الان بالنسبه للبدل وهذا اكمال النصاب للجميع، وانت متخصص معلوماتيه طبيه، معلوماتيه طبيه كلها اي كورس ممكن ترى يدرس، يعني مو شرط. وحتى نبي نستعين مثلا بالرياض للدمام او الجوف او كذا، واستفدنا يعني من زملائكم، وحنا كلنا نعمل فريق واحد. انا مضطر اني اختم، شكرا لكم وشكرا للاخوات، وانا سعيد الحقيقه بوجودكم، وربي يوفقكم ويسعدكم، شكرا لكم. والان مع محاضره سعاده الاستاذ الدكتور عبد الله بن علي القحطاني، مدير عام الاداره العامه لمعادله الشهادات الجامعيه بوزاره التعليم. محاضرته بعنوان معادله الشهادات الجامعيه والجامعات الموصى بها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للجامعة السعودية الإلكترونية ممثلة في مديرها سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله الموسى وجميع زملائه من وكلاء وعمداء الكليات على أولا هذه المبادرة النوعية، والتي أعتقد أنها إن شاء الله مبادرة يجب أن تحيو حذوها بقية الجامعات السعودية الأخرى في تأهيل المعيدين والمحاضرين قبل الابتعاث، لما في ذلك إن شاء الله من فائدة كبيرة نرجوها ونتوخاها من مثل هذا اللقاء. الأمر الآخر، أنا سعيد جدا بهذا الصباح اللي أرى فيه أحد الجامعات الفتية الناشئة وهي تسهم في استقطاب العشرات من شباب وشابات هذا الوطن المعطاء، وتحرص على انتقائهم بعناية كما تحرص على تأهيلهم بهذه العناية. ولذلك لا أعتقد أن أحد يشك في أن هذه الجامعة إن شاء الله تسير على الطريق الصحيح. أشكر الأخوة ثقتكم، وأتمنى أن أستطيع أن أقدم شيئا يستحق وقتكم وعنائكم وإنصاتكم، وسأعرض ما لدي ثم سنترك في الأخير يعني مجالا للأسئلة. قبل أبدأ، أولا يمكن الكثير لم يسبق له الابتعاث ولا يدري ماذا نقصد بمعادلة الشهادة، ما يسمى بـ Certificate Equivalency أو Certificate Recognition. طبعا معادلة الشهادة هي عبارة عن عملية أكاديمية يتم خلالها مقارنة المؤهل اللي تحصل عليه من جامعة أجنبية بالمؤهلات التي تمنحها الجامعات السعودية وفق ما يسمى بـ Saudi Qualification Framework أو ما يسمى بـ إطار المؤهلات السعودي. طبعا هذه ننظرها من ناحية عدد المقررات، من ناحية عدد السنوات، عدد الساعات، مستوى المقررات، وبالتالي تتم هذه المقارنة بين هذا المؤهل وما يناظره في نظام التعليم السعودي. من يقوم بهذه العملية؟ هل هم يعني موظفون إداريين في وزارة التعليم؟ إطلاقا. يقوم بهذه العملية لجنة وطنية عليا متخصصة تسمى لجنة معادلة الشهادات، وهي عبارة عن هيئة استشارية علمية تتولى تقييم الشهادات من خارج المملكة. دائما لما أقول لجنة يتبادر إلى الذهن 5، 10، 8 أعضاء ويجتمعون على طاولة مستديرة أو مستطيلة، لكن اللجنة أكبر من هذا بكثير، وهو تعبير مجازي. إذا قلنا لجنة فهي عبارة عن منظومة كبيرة، هذه المنظومة تبدأ بلجنة رئيسية يرأسها وكيل الوزارة للشؤون التعليمية وينوب وكيل الوزارة للشؤون البعثات. احنا في وزارة التعليم العالي سابقا كان عندنا 3 وكلاء، 2 منهم في هذه اللجنة، فهذا دليل على مدى ما تمثله هذه اللجنة من أهمية لوزارة التعليم وللوطن. هذه اللجنة الرئيسية يتبعها وينفذها مجموعة من
اللجان المتخصصه الفنيه وهي لجنه العلوم الطبيه والصحيه، لجنه العلوم الهندسيه والحاسب الالي، ولجنه العلوم الاداريه والقانونيه، ولجنه العلوم الاساسيه والتطبيقيه، واخيرا لجنه العلوم الانسانيه والاداب. بل اننا خلال هذا العام الجديد 36 قسمنا احدى اللجان وهي لجنه العلوم الاداريه والقانونيه الى لجنتين مختلفتين، ولجنه العلوم الهندسيه والحاسب الى لجنتين نتيجه تزايد اعداد طلبات المعادله وتعدد التخصصات. فهذه اللجان كل لجنه من هذه اللجان فيها من 8 الى 13 عضو هيئه التدريس في مختلف التخصصات. في كل لجنه، اللجنه الطبيه تجد فيها اعضاء هيئه التدريس في طب الاسنان، اعضاء هيئه التدريس في الطب البشري، اعضاء هيئه التدريس في العلاج الطبيعي، اعضاء هيئه التدريس في التمريض وهكذا، واللجنه الهندسيه فهي فعلا لجان علميه منتقى بعنايه جدا. ثم هنالك لجنه نوعيه تسمى لجنه النظر في حالات الاعتراف، اذا طالب يعني يشعر انه يعني لم ينصح من اللجنه فايضا هنالك لجنه متخصصه تعيد النظر في طلبه. واخيرا هنالك لجنه سنتحدث عنها بشكل بالتفصيل اسمها لجنه شؤون مؤسسات التعليم العالي غير السعوديه، هذه لا تنظر في الحالات الطلابيه وانما تدرس الانظمه التعليميه حول العالم وتصنف الجامعات وتختار افضل الجامعات في كل بلد ضمن ما يسمى بقائمه الجامعات المصنفه. لعل في البدايه خلينا نتكلم عن ما هي المعايير والضوابط العامه التي ان التزم بها الطالب او الطالبه ضمن معادله شهادته، ونقول عامه لان هذه المعايير تنطبق على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، طبعا كلكم انتم ماجستير ودكتوراه ما في بكالوريوس. الشرط الاول للمعادله هو اننا نتطلب ان تكون المؤسسه التعليميه اي الجامعه اللي ستحصل منها على قبول موصى بها في الدرجه والتخصص ضمن ما يسمى بقائمه الجامعات الموصى بها. وطبعا هذا متطلب اساسي جدا 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 للمعادله سواء لكم كاعضاء هيئه التدريس او حتى لمن ذهب يدرس على حسابه الخاص او للمبتعث من وكاله الوزاره للبعثات او المبتعثين من القطاعات الحكوميه او القطاعات الخاصه او المستشفيات او غيرها. لابد للمعادله ان تكون الجامعه موصى بها وليس فقط موصى بها، ان يكون موصى بها في التخصص والدرجه التي يدرس بها الطالب. طيب لما كان هذا الشرط تفصيلي اذا لابد الاعلام والابلاغ وايصال المعلومه للجميع، ولذلك كيف اعرف انا حصلت على قبول؟ كيف اعرف ان الجامعه هذه على القائمه وان الجامعه هذه موصى فيها في التخصص والدرجه؟ بكل سهوله بامكانك فقط العوده الى موقعنا الالكتروني وهو موقع الوزاره www.mohidat.sa، واللي اتمنى انه يكون يعني مالوفا لدى الكثير منكم خصوصا انه البعض منكم يمكن كان مبتعثا في السابق. خلال هذا الموقع الالكتروني ستجد ما يسمى بنظام الجامعات الموصى به. على هذا النظام سنتحدث عنه في اخر المحاضره بالتفصيل، ستستطيع ان تعرف في اي بلد اكثر من 40 بلد حول العالم هل هذه الجامعه اللي حصلت منها على قبول او اللي تنوي الذهاب اليها في اي موصى بها في اي درجات وفي اي تخصصات. ولذلك حينما نعذر احد لان المعلومه متاحه له على الموقع الالكتروني للوزاره وهذا النظام يحدد بشكل دوري. الشرط الثاني ان تكون الشهاده السابقه، يعني انتم كلكم مبتعثين معظمكم ماجستير ودكتوراه، الشهاده السابقه الماجستير بكالوريوس، لابد يكون عندك بكالوريوس اما صادر من جامعه سعوديه حكوميه او خاصه معتمده، او اذا كانت شهادته من خارج المملكه فلا بد ان يكون سبق معادلتها جدا. لأن هنالك حالات ذهب ودرس ماجستير في جامعة موصى بها عندما عاد وجدنا أن البكالوريوس لا يمكن معادلتها وبالتالي لا يمكن معادلة الشهادة التي تبنى عليها. هذا شرط أيضا مهم جدا 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 لكل طالب في الخارج، فما بالك بعضو هيئة التدريس، الانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة. ولا أخفيكم سرا أنه بجهود من كان يقف على هذا المنبر الدكتور عبد الله الموسى عندما كان وكيلا للوزاره لشؤون البعثات وبالتعاون معنا في لجنه معادله الشهادات، اننا استطعنا ان نربط انظمه الوزاره الالكترونيه بانظمه المركز الوطني للمعلومات في وزاره الداخليه، حرصا ان ما ينفق في برامج الابتعاث الخارجي ان ينفق في الاتجاه الصحيح. لانه اتضح انه كثير من الطلاب بالذات في مراحل الدراسات العليا يقضي شهورا بل بعضهم سنوات وهو في المملكه وتصرف له مستحقاته مع
لكنه عندما يعود لا تعاد شهادته. فاستبقنا هذا ايضا انه ايضا برنامج سفير في الابتعاث اللي راح يتابعكم عليه هو الحقيقه الثقافيه ايضا الان مزود بهذه الخاصيه، ويستطيع ان يعرف في اي وقت انت موجود في بلد الدراسه او في المملكه وكم الفتره اللي قضيتها في المملكه، واذا كانت تتجاوز الاجازات الرسميه ستكون هنالك متابعه ومحاسبه. فهذا امر مهم جدا، ونعتقد طبعا ان الامانه وانت كعضو هيئه التدريس الامانه تقتضي ان تكون ملتزما بهذا العقد بينك وبين الجامعه، الجامعه ابتعثت لتكون متواجدا في بلد الدراسه لا ان تعود هنا ويعني تتواصل بالايميل او بالواتساب حتى في فتره اعداد رساله الماجستير او الدكتوراه. الطالب مطالب ان يبقى في بلد الدراسه، لانه جينا انه بعض الطلاب اللي اعطيناهم عدم معادله ياتينا قال والله انا كان عندي رساله وقت الرساله ومش قاعد اسوي. لو الحين نقول له وقت الرساله يجب ان تبقى، لانك اولا يجب ان تتواصل بشكل يومي او بشكل اسبوعي مع مشرفك الدراسي. يجب ان تتواصل مع زملائك من طلاب الدراسات العليا. يجب ان تحضر جميع فعاليات القسم الاكاديمي من مناقشه رسائل علميه، من ورش علميه، من مؤتمرات علميه، وان تتفضل للدراسه لا ان تعود. ويوما ما عندما تتخرج ستعود وستستطيع ان تشارك معنا في هذا البلد التنمي ان شاء الله. وايضا انقل لكم من لجنه معادله الشهادات انه ليس فقط نطلب منك اعداء البقاء في بلد الدراسه وقت الرساله، بل اننا نطلب منك ألا تقوم باختيار عينة البحث في المملكة إطلاقا، لأن هذا لا يفيدك ولا يفيد هذا البلد. وكثير 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 من الطلاب الذين يقوم باختيار عينة الدراسة في المملكة هو لسببين: ضعف لديه كبير في اللغة، ولأنه يريد أن يعود للمملكة ولا يلتزم بالبقاء هناك. أنا أقول لك أخي الحبيب، عندما تبتعث أنت تبتعث إلى أكثر الدول تقدما ورقيا في العالم، وتقدم هذه الدول ليس محصورا في الجامعات، بل أن التقدم الحقيقي هو في مجالات التطبيق. يعني التقدم الحقيقي في أمريكا وفي كندا ليس فيما يدرس في أقسام إدارة الأعمال وفي أقسام الأكاونتنج أو المحاسبة، إنما التقدم الحقيقي هو ما يطبق من إدارة أعمال في الشركات الكبرى وفي المؤسسات الكبرى. لذلك انت عندما تاتي وتطبق بحثك على شركه في السعوديه ولا على قطاع اعمال، انت لا تستفيد خبره جديده ولا تطلع على خبره جديده. انت اطلعت على الجانب النظري في الجامعه، ثم عندما جاء وقت الاطلاع على الخبره الحقيقيه عدت هنا. انا ابيك تسوي بحثك هناك، لانك هذه هي فرصتك الحقيقيه للاطلاع على الواقع. اخواني اللي في تخصصات صحيه سيجد ممارسات هائله ومتطوره ومتقدمه في المستشفيات ومراكز الابحاث الطبيه والمراكز الصحيه. الاخوان في اداره الاعمال وفي البزنس وغيرها سيجد هذا في القانون والسعي. ولذلك انا حقيقه دائما اوصي الجامعات انه دائما تحرص على ان لا تسمح لاي طالب يجري بحثه هنا، ثم نحن لسنا معملا للتجارب، لان عندما تقوم ببحث في المملكه اولا مشرفك الدراسي لا يعرف طبيعه عينه هذا البحث وغير مطلع عليها ولا يعرف هذا البحث، ولا يجيد اللغه اللي تتم فيها الاستبانات او طبيعه البحث هنا، ولذلك هنالك يعني كونفليكت كبيره جدا واشكاليه كبيره. ولذلك اعداد الدراسه في بلد الدراسه هذا هو الذي نتطلبه حتى تطلع فعلا على الخبره النظريه والخبره العمليه هناك، ثم عندما تعود وتصبح سيرتيفايد، تصبح مرخص لك كباحث، تعال واعمل مئات الابحاث في المملكه. وجزاك الله خيرا. ايضا في هذا الاتجاه ونحن في الجامعه الالكترونيه انا استحيت من هالكلام. اليوم تتجه كثير من الجامعات العالميه وليست الجامعات الاوبن يونيفرستيز مثل جامعتكم، نو، الجامعات العالميه الكبرى اليوم تتجه الى طرح مزيد من المقررات بطريقه ما يسمى بالديستنت ليرنينج او البلندد ليرنينج او ما يسمونه بالويب بيست ليرنينج وغيرها من المسميات اللي تعني اونلاين كورسز. هالكلام نقول في الجامعه الالكترونيه، لان الجامعه الالكترونيه لها اهدافها ولها التارجت من الطلاب اللي تتوجه اليهم في المملكه، لكن انت كعضو هيئه التدريس
المطلوب منك أن تتلقى أفضل تعليما نوعيا لتستطيع أن تقدم هذه المعلومة لطلابك هنا بطريقة التعليم عن بعد. لكن لا يوجد اثنين يختلفون على أن أفضل الطرق للتعلم هو المجالسة مع يعني شيخك في الماضي في التعليم السابق أو مع عضو هيئة التدريس في قاعة الدرس ومع زملائك، وكلما كان عدد الطلاب أقل في القاعة دائما يكون مستوى الجامعات حتى في التصنيفات الأكاديمية يسموها الريشو أو نسبة عضو هيئة التدريس لأعداد الطلاب، وتختلف في تقييم الجامعات بناء على هذا. وأكثر الجامعات ذات الرسوم العالية جدا والمتقدمة تجد فيها أنه عدد الطلاب مقارنة بعدد عضو هيئة التدريس محدود. الجامعات العالمية لماذا تتجه هذا الاتجاه؟ وليس لتجويد التعليم، بل لأن كثير من الجامعات في العالم على رأسها في أمريكا، بريطانيا، أستراليا، كندا، نيوزيلندا، وما يشهده العالم إشكالات اقتصادية، هذه الجامعات تعاني إشكالات اقتصادية. وجزء من الأبروتش اللي تنتهج هذه الجامعات أنها إما أن ترجع إلى تخفيض التكاليف، اثنين زيادة الدخل. واحد من تخفيض التكاليف هو انه يطرح جزء من البرنامج عن طريق التعليم عن بعد، لانه بدل ما انا اوظف عضوين ثلاثه اعضاء هيئه التدريس لتدريس 400 طالب، بامكاني اعين عضو واحد ويدرس 2000 طالب بطريقه التعليم عن بعد. فبالتالي نحن لا يهمنا ماذا ترجع اليه هذه الجامعات لتساعد انفسها، نحن يهمنا ان طالبنا مبتعثنا يتلقى تعليما نوعيا. ولذلك احرص أن تذهب إلى برامج ماجستير أو دكتوراه. اليوم قبل أجيكم أنا الآن على مكتبي طالب دكتوراه في تخصص مقارب للتخصصات التي تطرح فيها الجامعة، ودارس أكثر من 51 ساعة عن بعد من 62 ساعة طالب دكتوراه، وأعطينا عدد معادلة. فبالتالي يعني يجب أن تحرص على هذا وتعرف قبل ما تروح تدخل على موقع الجامعة، وستجد أن يقول لك هالبرنامج فيه كذا وكذا وكذا، لأنه إحنا نحدث على موقعنا، لكن أحيانا الجامعات تغير برامجها بشكل دوري. طبعا هذا لا يمنع أن تدرس مقرر واحد أو كذا إذا اضطرت، لكن من جنرال الدراسة بالانتظام. هذا الشرط أيضا قد لا يعنيكم أنتم كثيرا، لأنه أنا متأكد الجامعة لن يعني تعين أحد في تخصص مختلف، وهو أن يكون دراستك في الماجستير أو الدكتوراه امتداد لتخصصك في البكالوريوس، وهذا طبيعي وبالذات متطلب أساسي لعضو هيئة التدريس. طبعا إذا كان في تخصص مختلف قليلا تحتاج بريكوزيت كورسز ولا ما يسمى بالمقررات التكميلية. طبعا حتى نكون واقعيين، لكل درجة من الدرجات كما سنرى بعد قليل حد أدنى من المتطلبات من عدد الساعات من مدة الدراسة من سؤالها. الطالب لو ما حقق هذا يحق للجنة تخفيض الدرجة، يعني نخفضها من ماجستير إلى دبلوم عالي، أو نخفضها من بكالوريوس إلى دبلوم، وهكذا إذا لم يلتزم بالمتطلبات. الآن الدرجات، طبعا أنا لم أتحدث عن البكالوريوس لأنه ما فيكم بكالوريوس، أنا على طول سأنتقل إلى درجة الماجستير. طبعا لا بد يكون عندك بكالوريوس لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة دراسية واحدة، ونتكلم عن العشر، هذه أقل ماجستير في العالم يسمونها One Year Master Program، وغالبا هذا موجود في بريطانيا، ولذلك أنا أشكر جامعتكم أنها ما تبتعث لكم ماجستير لبريطانيا. بقية دول العالم بما فيها معظم الدول الأوروبية الماجستير هو عبارة يعني موستلي عن سنتين. طبعا في المملكة في أمريكا وفي كندا وفي كثير من دول العالم ستجد أنه الماستر يعني تطرح على تو باثز ولا على طريقتين. الطريقة الأولى وهي المشهورة والأكثر انتشاراً، وهي أنه عبارة عن مقررات بلس ليس فيسز وإنما سمول بروجكت، وهذه مقبولة، لكنه يجب أن تدرس ما لا يقل عن 24 ساعة فصلية كريدتس سمستر كريدتس وبلس البحث. الطريقة الثانية للحصول على الماجستير وهي الكورس بيست ماستر، يعني الماجستير بالمقررات فقط، وأيضا هذه أصبحت الآن شائعة وهي جيدة حتى لأعضاء هيئة التدريس، لكنه في هذه الحالة يجب أن تدرس ما لا يقل عن 30 إلى 36 ساعة فصليا حتى تكون فعلا على مستوى الماستر. في غالبية دول الاتحاد الأوروبي أو المنضوية تحت ما يسمى بالبولونيا براسيس، البولونيا براسيس هي اتفاقية بين كثير من بين معظم دول الاتحاد الأوروبي، وانضمت إليها أيضا بعض الدول من خارج الاتحاد الأوروبي. في هذه الماستر زي ما قلنا في أمريكا بالوحدات الفصلية المتعارف عليها عندنا في النظام الأمريكي،
هناك لا، الماستر تتطلب انجاز ما لا يقل عن 120 وحده اوروبيه وما يسمى بالاي سي تي اس، وهي اللي يسمونها الاوروبيان كريدت ترانسفير سيستم، وهذا هو النظام اللي طور في اوروبا عشان يوحد نظام التعليم العالي في اوروبا عشان ما يتجهون بعدين للمعادله. لان ما قلت لكم في البدايه ليش احنا نعادل؟ عشان الفاريشنز ولا التنوع والاختلاف في انظمه التعليم العالي في العالم، هذا اللي اوجد نظام المعادله في العالم. لكن اوروبا الان قد لا تحتاج بعد سنوات الى معادله، لانهم يعني وحدوا نظامهم التعليمي. فانت محتاج تدرس 120 ساعه. ترى عندنا طلاب الان يروحون في درجات يسمونها ماستر، وتطرح في بعض البلدان الاوروبيه ولما يجونا ما نعادل لهم ماستر، لانها ليست 120 وحده اوروبيه. في اليوكي وسكوتلاند اللي زي ما يبتعثونكم لها يتطلب اجتياز ما لا يقل من 180 وحده بالنظام البريطاني، اللي هي توازي حوالي 90 وحده اوروبيه، ولذلك غالبا تتم في سنه، بينما في بقيه الدول الاوروبيه الماستر عباره عن تقريبا سنتين. ايضا هذا شرط نفسه للماستر امتداد للبكالوريوس. ايضا هذا شرط مهم جدا، وستلاحظ انه فيه الان في كثير من جامعات العالم حتى الجيده في فلكسبيليتي، مرونه، بس انها مرونه ليست فيما يخدمك ويخدم هذا الوطن. هي مرونه يقصد بها attracting the international students او استقطاب ويعني فتح المجال للطلبه الاجانب، لان هذا هو الباب الثاني اللي احنا قلنا عليه، كيف اني استطيع ازيد الدخل في الجامعه؟ هو اسهل طريق اما انك تحصل على فند للابحاث، وهذا طريق شاق على كثير من الجامعات، لكن الاسهل اني استقطب طلبه اجانب برسوم عاليه، فمن ضمنها ان يقدموا تسهيلات، من ضمن التسهيلات انه احيانا برنامج الماجستير اللي قلنا عليه قبل شوي اللي فيه 120 وحده اوروبيه بامكانه ما يدرس الا 90 وحده، الباقي يعادل لك اما مقررات انت اخذتها في البكالوريوس او يعادل لك بالخبره، مثلا انت تدرس في الفاينانس وتقول له والله انا ترى كنت شغال في بنك لمده سنه، وقال لك اوكي خلاص نشيل عليك هالمادتين اللي بانكينج وكذا، طبعا هذا ليس عملا اكاديميا، ولذلك احنا نقول يجب على الطالب وبالذات الدعوه هيئه التدريس دراسه كامل متطلبات درجه الماجستير دون معادله اي مقررات سابقه من البكالوريوس او اي خبرات سابقه. الان اللي يسمونها البراير اكسبيرينس ليرنينج يعني فيها كلام كثير في العالم، وصاروا يعتمدوا معادله الخبرات، حتى ان كثير من برامج الماجستير اليوم في اوروبا وفي استراليا تقبل بدون الحصول على البكالوريوس بيست اون يور براير اكسبيرينس، خبراتك السابقه، طبعا هذا غير مقبول اطلاقا لدى معادله الشهادات او لدى الجامعه. ايضا وانت تتجه الى الماجستير وبالذات هذا انا اقولها هذه ترى للطلاب اللي نوديهم للبعثات وللطلاب اللي يدرسون على حسابهم الخاص، واقولها لكم انتم بمور امفسس باكثر تركيزا، يجب ان تبتعد عن اي برامج مهنيه او لغير المتخصصين في مرحله الماجستير. وما اكثر هذه البرامج الان، برامج البروفيشنال ماسترز والاكزيكتيف ماسترز بكثره هائله اليوم، لان عليها طلب من سوق العمل في الخارج او في الداخل، لكن هذه لا تناسب كعروض هيئه التدريس، متطلبات القبول فيها ضعيفة، مستوى المقررات اللي تطرح فيها أضعف، هي تتجه إلى تأهيل الشخص لسوق العمل وليس لأن يكون عضو هيئة تدريس أو أكاديمي، ولذلك الدبث ولا العمق في النولج وفي المعلومة اللي تقدم ضعيفة جدا. أيضا هناك تخصصات كثيرة لغير المتخصصين، ستجد أنتم من الإخوان اللي بيروحون سواء في الحاسب أو غير الحاسب أو في إدارة الأعمال وفي القانون، تجد أنه من متطلبات القبول دائما يقول لك You have to have a bachelor degree in كذا، مثلا لازم يكون عندك بكالوريوس في البزنس عشان تاخذ ماستر في البزنس. لا، هذه البرامج بيقول لك ايش؟ You have to have a bachelor degree in any discipline. وهي ماستر حاسب موجوده بكثره، هذا اسمها برامج لغير المتخصصين، وهي يسمونها convergent programs، هذه لا تصلح للمهنيين، واقولها لكم صدقا، احد الجهات التعليميه ابتعثت عدد في هذا التخصص ولم يعادل لهم، والى اليوم وهم يقاضون في ديوان المظالم ولم يرقوا الى رتبه محاضر، لانهم راحوا بريطانيا ذلك الوقت وحصلوا على ماستر في الحاسب من هذه التخصصات يسمى كمبيوتنج، وهو لغير المتخصصين، والمقررات اللي درسوها كانت اضعف في مستواها من المقررات في المستوى الثاني في البكالوريوس في الجامعات السعوديه، فهي كونفيرجن بروجرامز لا تصلح لكم اطلاقا. انا اسمع انكم فتحتوا قسم قانون ان شاء الله وسيفتح،
ولذلك الاخوان اللي ناويين يدرسون قانون، ولان هذا التخصص يتعلق بمهنه مهمه وفي ممارسه مهنيه، فلن اتؤكد عليه تقول اللي يبي يدرس قانون يجب ان يكون لديه باتشلر اما في الشريعه او الانظمه او القانون. بيريد. ما تقدر تواصل وانت عندك جنرال بزنس ولا عندك لغه عربيه ولا وسويفر. الدكتوراه طبعا لابد ان تكون مسبوقه بالماجستير، لا تقل مده الدكتوراه عن 3 سنوات اطلاقا. يجب ان يكون من متطلبات الحصول على درجه اجراء بحث علمي معمق. وليش اقول هذا؟ لانك ستفاجئ بعد قليل في درجات تسمى دكتوراه وليس فيها بحث. ايضا يجب ان تكون امتداد للبكالوريوس والماجستير، ويجب ان تكون اعلى شهاده تمنح في ذلك التخصص في ذلك البلد، لانه في مسمى دكتوريت موجود في كثير من الدول وخاصه في الانظمه الاوروبيه القديمه وكذا، ولا تعني دكتوراه، موجود الان في دول مثل امريكا ولا يعني الدكتوراه. وساضرب لك مثالين فقط لبعض درجات الدكتوراه التي لا تعادل الدكتوراه. في درجه يسمونها الجي دي او ما يسمى بالجارس دكتور او الدكتوراه في القانون كما يسموها. ومثال اخر يعني واضح جدا يسموه الدكتور فارمسي او الفارم دي، ويسمى دكتوراه في الصيدله. بعض زملائكم من الطلاب راحوا ودرسوا مثل هذه التخصصات وعاد يتوقع انها تعادل بالدكتوراه، فاذا بها تعادل بالبكالوريوس وليس حتى الماجستير. طبعا في لجنة كبير عند اللجنه في هذا، واللجنة هو في 3 اشياء. اولا انه هذه الدرجات هي الدرجه الاولى لممارسه المهنه، يعني الجي دي في امريكا هي الدرجه الاولى لممارسه مهنه المحاماه، وهي توازي عندنا بكالوريوس القانوني اللي هو الدرجه الاولى عندنا لممارسه المهنه. فطالب ياخذ درجتنا الاولى ثم يروح امريكا ياخذ درجتهم الاولى، هذا لا يعني انه جاب دكتوراه، هو جاب بكالوريوس اخرى. 2 الفارم دي ايضا هي الدرجه الاولى لممارسه مهنه الصيدله في امريكا وفي كثير من الدول. هذه الدرجه تعادل البكالوريوس وليس الدكتوراه، اذا هذا 1. 2 هي لا تتطلب الماجستير. 3 هي لا تتطلب اعداد بحث علمي. كل هذه الـ3 مقومات تؤكد انها فاشله. وبعطيك قائمه طويله فيها، واول مثال بيخليك فعلا تستوعب الموضوع صح. الدكتور في ميديسن اللي احنا نسميه دكتور في طب، جميع الجامعات السعوديه من عشرات السنين حتى عندنا في السعوديه تعطي درجه اسمها دكتور في ميديسن، وتكتب تحتها ايش؟ بكالوريوس في الطب والجراحه، لانها الدرجه الاولى لممارسه مهنه الطب حتى لو كانت 7 سنوات. وايضا الدكتور في اندر ميديسن والدكتور في فيزيكال ثيرابي، كل هالدرجات هي درجات بكالوريوس لانها يسموها دكتوراه مهنيه. صحيح انها اطول في عدد الساعات لكنها هي الدرجه الاولى لممارسه المهنه. طيب هل هذا يعني انه ما نعادل الدكتوراه الى دكتور فلسفي؟ يعني اي دكتور اوف؟ نو. لان ما ننظر احنا بس للتايتل، ننظر للمضمون. في درجات دكتوراه تسمى درجات دكتوراه المهنيه البحثيه. الدكتور اوف كذا، دكتور اوف ارتس، دكتور بزنس، هذه تعادل الدكتوراه. ليه؟ اولا لانها اعلى درجه في مجال التخصص وليست اول درجه. 2 لانها تتطلب الماستر. 3 لانها تتطلب اعداد بحث علمي معمق. طبعا انتم كاعضاء هيئه التدريس لا ننصح اطلاقا ان تدرس مثل هذه الدراسات المهنيه. بل ان في الكواليفيكيشن فريم ورك الاستراليان كواليفيكيشن فريم ورك اطار المؤهلات الاسترالي وغيرها من اطار المؤهلات ينص على ان هذه الدرجات تعادل الدكتوراه لكنها تهيئ لسوق العمل وليس للعمل في الجامعات. ولذلك من حق اي جامعه سعوديه انها ترفضك اذا عدت وعندك دكتور اوف اديوكيشن او دكتور اوف ديزاين او دكتور. الافضل لاعضاء هيئه التدريس هو الدكتور اوف فلسفي في التخصص في البزنس في وات سو ايفر، وهذا هذا بينك وبين جامعتك في الاخير، لكن هذه فعلا تخصصات تند تو بي للبرايفت يعني لسوق العمل. ايضا لو تشوف متطلبات القبول فيها الدكتور فلسفي يطلب انه عندك ماستر وكذا وكذا، هذه غالبا يطلب انه عندك ورك اكسبيرينس لا تقل مثلا عن 3 4 سنين، فهي متعلقه بالمهنه وبالعمل. انا يعني في هالجانب بتوقف هنا لكن برجع لها الشريحه بعدين عشان التواصل. الان ننتقل لشق اخر وهو الجامعات والبرامج الموصى بها.
الحقيقه وزاره التعليم العالي من خلال لجنه متخصصه تسمى لجنه شؤون مؤسسات التعليم العالي غير السعوديه، هذه اللجنه لا تعمل بشكل يعني اجتهادي او تلقائي، وانما من خلال لائحه تسمى لائحه التوصيه باعتماد مؤسسات التعليم العالي غير السعوديه. هذه اللائحه حددت 13 معيار للتوصيه باي جامعه حول العالم. هذه المعايير تطلب اولا ان الجامعه هذه تكون عندها institutional accreditation او ما يسمى بالاعتماد المؤسسي للجامعه في البلد اللي هي فيه، يكون عندها programmer accreditations اذا البلد فيه نوع من الاعتماد البرامجي. ننظر ايضا الى مستوى هذه الجامعه من حيث طبيعه تاهيل اعضائها التدريس، نسبه اعضائها التدريس الى الطلاب، البنيه التحتيه للجامعه، المعامل المتوفره لها، الريبيتيشنز او السمعه حقت الجامعه، الممارسات الايجابيه او السلبيه اللي موجوده ومنشوره عن هذه الجامعه وهكذا. بعد ذلك نختار هذه الجامعه للتوصيه بها او لا حسب احتياج المملكه وطلابنا السعوديين. طبعا هذه القرارات تنعكس بعدين على ما يسمى بنظام الجامعات الموصى بها، وهذا نظام الكترون موجود على موقع الوزاره. فبالتالي انت بامكانك انك تعود لي مثلا اي دوله تبغى، مثلا امريكا، فقط اختار امريكا وسيظهر لك اكثر من 1000 جامعه موصى بها في امريكا، وهذا كثير وكثير جدا جدا، ولا اتوقع ان الجامعات ستعتمد ما نعتمد، لانه لجنه معادله الشهادات للعامه والخاصه. أنا أعتبر أعضائها التدريس من الخاصة في مجال التعليم والتعليم، أنتم خاصة، ولذلك هذا الشخص يبي يروح يرسل ولده يدرس بزنس ويرجع يشتغل معه في المؤسسة ولا شركة، ما عندنا مشكلة، ممكن يدرس في جامعة تير 2 في أمريكا، لكن أنت أعضائها التدريس لا، يجب أن الجامعة تختار من هذه القائمة مجموعة من الجامعات لا تزيد عن 100 إلى 200 جامعة الأفضل، هذا اللي يمكن ابتعاث عضو هيئة التدريس له. طيب إذا اخترت الجامعة، جامعة محددة مثلا أريزونا ستيت يونيفرستي، سيظهر لك الآن قائمة بالتخصصات الموصى بها وكل تخصص في أي درجة، لأنه في تخصصات نوصي بها في الباشلر فقط، في تخصصات في نفس الجامعة نوصي بها بالباشلر والماستر، وفي تخصصات نوصي بها في الباشلر والماستر والبي اتش دي. فمهم جدا ان تعود لها. طيب هذا في امريكا، لان امريكا هو افضل نظام اكاديمي اليوم على مستوى الهاير اديوكيشن، بالذات في مجال ما يسمى في الاكريديتيشن. يعني امريكا سابقه كثير من دول العالم في قضيه الاعتماد الاكاديمي، ولذلك لديهم ما يسمى بالبروفيشنال سبيشلايزد باديز او ما يسمى بهيئات الاعتماد التخصصي او المهني. ولذلك عندهم كل تخصص في هيئه تعتمد، وليست هيئه، مجموعه من الهيئات. فبالتالي احنا قادرين في امريكا ان وي بين بوينت ان نختار كل تخصص، كل برنامج نعتمده او لا، بيست اون هل هذا البرنامج معتمد مهنيا ولا غير معتمد. ف ستجد انه على موقعنا هنا ستجد البرنامج بير سي، البرنامج بنفسه. يعني عندك برنامج في بزنس ادمنستريشن بتلقى 20 برنامج، بزنس ادمنستريشن مثلا فاينانس اند كذا كذا، بزنس ادمنستريشن اشورنس اند كذا كذا، بزنس ادمنستريشن بالبرنامج. لكن هذا لا يتوفر في بقيه القوائم حسب ما هو موجود في الدوله، فانا اضرب لك مثال هنا مثلا لو رحت بريطانيا يونيفرستي فور، ستجد ان اللي موجود له برنامج وله تخصص. الحقيقه ان اللي موجود احنا نسميه عندنا يونت، هذا بيس على افضل طريقه احنا وجدناها لتقييم الجامعات البريطانيه، وهو لديهم ما يسمى بال RAE Research Assessment Exercise. هذا تقوم فيه الحكومه البريطانيه لتقييم مستوى الابحاث في الجامعات عشان بناء على مستواك انا اقدر ادعمك او لا، فكان هذا معيار قوي عندنا للتصنيف. فاللي تراه امامك مثلا Allied Health Professions and Studies، هذا مو متخصص، هذا يونت يندرج تحتها مجموعه من التخصصات الصحيه. زين الموجود على موقع الار اي، بزنس اند مانجمنت ستاديز، هذا يندرج تحته معظم التخصصات اللي في المانجمنت وفي البزنس وفي كذا، فبس هنا ليس التخصص باي سيلف، وانما هذا تعتبر يونت يندرج تحتها مجموعه من التخصصات. مكماستر في دول اخرى مثل كندا وغيرها ايضا الى الان ما وصلنا الى طريقه اننا يعني نعتمد يعني تخصصات محدده
ومستوى الجامعات فعلا في كندا تجد الجامعة جيدة جيدة في معظم التخصصات، والجامعات الوسط وسط في معظم التخصصات، فتجدنا نوصل فيها بهذا الشكل، أنه مثلا في جميع الدرجات العلمية في جميع التخصصات، أحيانا نوصل فيها بالباشر فقط في جامعات، في جامعات نوصل فيها بالباشر والماستر حسب مستوى الجامعة، وفي جميع الدرجات، ثم بعد ذلك اللي تشوف بالأحمر إذا ثبت لنا أنه برنامج معين ضعيف أو بروفيشنال أو في أونلاين نبدأ نوقفه زي ما تشوف بالأحمر. هذا بالنسبة لنظام الجامعات الموصل بها، لكن أنت عضو هيئة التدريس ويوما ما ستتفاخر أو ستطأطئ زي ما يقولون رأسك بناء على اسم الجامعة التي متخرج منها، وسيرتك الذاتية لم تعد شيئا خاصا بك. اليوم جميع الجامعات تتطلب أنك تضع سيرتك الذاتية كاملة على موقع إلكتروني يطلع عليها طلابك وزملائك والآخرون، وفرق كبير جدا عندما تضع سيرتك الذاتية وتقول أنا خريج هذه الجامعة المرموقة، وفرق عندما تضع سيرتك الذاتية وأنت خريج تلك الجامعة اللي الكثير يعرف أنها جامعة تمنح الدرجات بالهبل وأن خريجينها بالآلاف وأنها ضعيفة المستوى حتى لو كانوا مصابيها. ولذلك أنت قد تتعب سنتين ثلاث أربع خمس، لكنك ستجني ثمار هذا على مدى حياتك المهنية الطويلة بإذن الله. فبالتالي أنا مو بس موقعنا اللي تعود له، فيه الآن محكات عشان تعرف الجامعات المتميزة في أي بلد. ولذلك أنا أطلعك الآن على أفضل الرانكينج أو أفضل المنظمات اللي تقوم بتصنيف الجامعات، واللي بدأت جامعاتنا السعودية تسابق عليها. من أهم الرانكينجز اللي موجودة في شيء يسمونه Time Higher Education The World University Ranking، هذا يصنف الجامعات على مستوى العالم، وفيه تصنيف أيضا حسب التخصصات، حسب تخصص، لأنه أيضا في جامعات قد تكون الأولى إنجينير لكن في تخصص معين ستجد أنه في جامعات أفضل منها بكثير غير مشهورة مرة. في ما يسمى بالـ QS World University Ranking، أيضا هذا من أكثر التصنيفات المشهورة. الأشهر على الإطلاق هذا هو الأروى أو Academic Ranking for the World University، أو ما يسمى بالأروى، وهو تصنيف من أحد الجامعات الصينية، وهو اللي بدأ تصنيف الجامعات منذ العام 2003، وهذا الأكثرها شهرة وأكثرها يمكن مصداقية وانتشار، فهذا أيضا يصنف بشكل عام ويصنف أيضا حسب تخصصات محددة. وفي أيضا ما يسمى بالناشونال يونيفرسيتي رانكينج اللي هو يسمى اليو اس نيوز اند وورلد ريبورت، وهذا موستلي فوكس على الجامعات الأمريكية والكندية أكثر، وهذا في تصنيف للتخصصات للمجال أو الفيلد بشكل أيضا جيد جدا. طبعا هذه التصنيفات الافضل، طبعا في الويب متريك وفي تصنيفات اخرى، لكن هذه ما تاخذ في الحسبان بالذات، معظم هذه التصنيفات تعتمد على الريسيرش، على الانتاج العلمي لهذه الجامعات، تعتمد على التيتشنج مستوى التدريس، تعتمد على الامبلويمنت ريت يعني مستوى التوظيف لخريجي هذه الجامعه، وين يتوظفون؟ هل في ارض الشركات ولا في اقوى الشركات؟ واشياء كثيره تعتمد عليها هذه الرانكينج، فانت روح لها واختار لك من افضل الجامعات، من افضل 50 جامعه 20 جامعه في امريكا، من افضل كذا جامعه في، ونشوف تصنيفات اخرى. غير الرانكينج هذه في مؤشرات على الجامعات الجيده من بلد الى اخر. مثلا في اليو كي، طبعا عرفت انه عندكم هنا ما تبتعثوا الماستر، تبتعثوا للدكتوراه لليو كي. في بريطانيا من ضمن الأشياء اللي ممكن تدلك على الجامعات الأفضل ما يسمى بالراسل جروب، وهي حوالي 24 جامعة تعتبر أفضل الجامعات من الناحية البحثية في بريطانيا، بل أنها استحوذت على أكثر من 60 إلى 70% من الدعم المالي للحكومة البريطانية في مجال الريسيرش، لأن يثقون في قدرة هذه الجامعات. فمن ضمن هذه الجامعات هي كثيرة، 24 جامعة: بريستول، كامبريدج، غلاسكو، امبيريال كولج، ليدز، ليفربول، غيرها من هالجامعات. هذه يمكن افضل الجامعات في بريطانيا، فهذا غير الرانكينج، هذا مؤشر اخر اللي يسمى الراسل جروب، ولا ينضم لهذه المجموعه الا جامعات متميزه بحثيه وعلميه. في استراليا
في عندك ما يسمى بالجروب اوف 8 جي اوف 8. الجروب اوف 8 هذه افضل 8 جامعات استراليه، وكان في تعليم سابق لمعالي الوزير سابقا انه الجامعات يجب ان لا تبتعد في استراليا الا لهذه الجامعات، وانا اتمنى ان الجامعات تلتزم بهذا، لانه فعلا هذه الجامعات القويه وهذه القائمه استراليا ناشونال يونيفرستي، موناش يونيفرستي، اديليد يونيفرستي، ميلبورن، هذه افضل الجامعات اللي يمكن انك تبتعث لها لاستراليا. البقيه حتى اكون صادق معكم، هذا الدكتور فوزي موجود هنا واللي يطلع على كثير من الحالات الابتعاث، الحقيقه يعني تقدم برامج قد لا ترقى الى المستوى، ولذلك الاخوه في وكاله الوزاره للبعثات في الوزاره اوقفوا الابتعاث لاستراليا الان لحوالي يمكن 4 إلى 5 سنوات، هم اوقفوا لانهم لم يروا انه جيد للطلاب العاديين فما بالك باعضاء هيئه التدريس. ايضا في مثلا كندا غير التصنيفات اللي قلنا لكم فيما يسمى ب ماكلاينز رانكينج، وهذا تصنيف معتمد لدى الجهات التعليميه الكنديه، وهذا يصنف الجامعات الكنديه حسب يعني قدرتها على الريسيرش والتيتشنج وتصنيف جيد، فيعني يمكن اخذت رقم 1 ماكيل يونيفرستي، يونيفرستي تورنتو، يونيفرستي كولومبيا، كوينز يونيفرستي وهكذا، هذه ايضا افضل الجامعات الكنديه اللي يمكن تلتحق بها. يجب ان هذه البعثة تنعكس عليه، تنعكس عليك في أشياء كثيرة جدا لن أتحدث عنها، لكن سأتحدث عن شيئين فقط، على الأقل تنعكس على مستواك في التحدث باللغة في البلد اللي أنت بتعثت له. شيئا مؤسفا أنه عندنا طلاب كثير وليس بالقليل، بل ومبتعث جامعات يبتعث لثمان سبع سنوات ثم يعود ولغته الإنجليزية ضعيفة جدا، وبقول لك ليش بعد شوي. اثنين، يجب ان يكون لديك يعني حصيله علميه ممتازه، وثق وصدق كل الزملاء اللي هنا اعضاء هيئه التدريس، المرحله الحقيقيه للتحصيل العلمي هي مرحله الدراسه. بعد ان تتخرج هي مرحله عطاء. تكلف باعمال اداريه وباعمال تدريسيه وبرئاسه قسم، ويصبح القدره على التحصيل very limited، وتشعر ان ما تستطيع ان تقدمه لطلابك هو فقط انك تاخذ من هذه الحصيله، حتى لو اطلعت ان تطلع على الارت اوف ستيت يعني ريسيرش وليس للمعلومات الاساسيه. ولذلك لا تدخر دخرا في انك تتزود بالمعلومه بقدر ما تستطيع. اخوان البعثه ليست مجال لبعض الشباب يجي يقول لي والله ما خليت ولايه في امريكا. لا جزاك الله خير ما سلاك كولومبوس. يعني اوكي انك تتمشى اسبوع، لكن انه لا يكون هو يعني المين. ولذلك انا بقول لك على شيء في اللغه بالذات، كيف تستطيع ان تتطور في مجال اللغه؟ اولا المواظبه والجديه الكامله في دراسه اللغه. هذا الدكتور فوزي موجود هنا، معظم الشكاوى من الملحقيات الثقافيه من الطلاب السعوديين ما ينتظمون في مرحله اللغه، ليه؟ يشوفها دراسه زي الابتدائي من الساعه 7 7 ونص صباحا الى الساعه 4 عصرا، وواجبات وسووا مجموعات واكتب قصه وين رحت وين جيت وفي الويكند وش بقى، شغل اطفال، يا هو شغل اطفال. لانك تتعلم لغه جديده من الاي الى زد، يس هذا هو، انت تتعلم شيء جديد، انت لا تتعلم ادفانس. لو انك تبي تتعلم اللغه رحت قسم اللغه الانجليزيه وتاخذ ماجستير، انت الان تتعلم الف باء اللغه الانجليزيه، وهذا هو اسلوب تعليمها مثل ما نتعلم في الابتدائي اللغه العربيه. فيجب ان تصبر وتواظب على الحضور والانتظام واداء الواجبات والشعبة. عفوا. الاحتكاك المباشر مع البيئه المحيطه دون وسيط. اقول هذا صدقا من طلابنا اللي هناك، الطالب يصل يستقبله في المطار 2 3 من زملائه ومعارفه، واحد يروح يستاجر له شقه، واحد يروح يفتح له حساب في البنك، واحد يروح يشتري له سياره، واخيرا في الله كالابكم. هذا لن يتعلم اللغه اطلاقا. حتى اذا بغى يحصل على خط هاتف ابو فلان تكفى يكلم له شركه الاي تي ان تي ويطلع له، يعني هذا لن يتعلم لغه، وهذا هو الحاصل مع الكثير من طلابنا، وحنا اهل فزعات، لكن الفزعه في هذا الموضوع ترى انت تضر زميلك ولا تفيده، دعه يحتاج ان يتحدث حتى يتعلم اللغه. البحث عن صداقات من طلاب متحدث اللغه الاصليه. الحقيقه ان الطلاب السعوديين هناك كلاسترينج اون ذيم سيلفز. تعرفون كلاسترين؟ يعني يتجمعون على بعض كذا. كثير من الطلاب يعود بعد 6 7 سنوات والله لا يعرف شخصا واحدا من زملائه اللي كانوا يدرسون معه او جيرانه اللي حوله، ما
واقع. هذه إشكالية كبرى. أنت في الفصل يجب أن تتواصل مع زملائك سواء من المحليين أو طلاب من البرازيل، لا تدخل معهم في نقاشات دينية ولا نقاشات سياسية، تكلم معهم في الشأن العام، الجو اليوم زين، درسنا كذا، الهومورك أنا ما سويت يساعدني. هنا تستطيع أن تتعلم اللغة. أما أني أجلس وجنبي من هنا طالب سعودي ومن اليمين طالب سعودي وطعنا وياهم نروح البوفيه وبالعصر نروح الكافي ونرجع، هؤلاء هذا معظم الطلاب السعوديين، ولذلك يعود وهو لم يتعلم اللغة. تقليص التواصل اليومي مع المتحدثين باللغة العربية خلافة، ستجد في أي مدينة في العالم، مش في أمريكا، في العالم ستجد بقالة عربية، المطعم العربي، ورشة سيارات عربية، وطلابنا يلجؤون لها ليس من باب القومية والانتماء، لا بس أنا ما أعرف أتكلم. ولذلك يجب أن ترجع نفسك، روح السوبر ماركت العادي، روح المطعم العادي، تعلم كيف تطلب، تعلم كيف، هذا سيعلمك اللغة أكثر مما تتعلم في المنهج. تابع وسائل الإعلام باللغة المحلية، معظم زملائكم اللي يروحون يجيب دش ويجيب جميع القنوات العربية، هذا كيف يتعلم؟ أنا لا أطالب أن تتبع قنواتهم التعيسة، هناك لديهم قنوات إخبارية رائعة، قنوات علمية رائعة، عندهم قنوات اللي يسمونها توثيقية رائعة، دوكيومنتري، قنوات علمية رائعة، والله متابعة هذه القنوات ستثريك لغوياً وعلمياً أكثر مما تستفيد لغوياً في الجامعة أو المعهد. فيما يتعلق بالدراسة الأكاديمية، أخي الحبيب احرص على الفهم وليس مجرد اجتياز المقاربة، إذا تبي تنجح ستنجح لكنك لن تفهم. لكن إن صررت على أصررت على الفهم ستفهم وستنجح إن شاء الله بتميز. احرص على اقتناء المراجع وبالذات أنتم أعضاء التدريس. أنا أقول طلابنا المبتعثين يبتعث ويعود مع ثلاث أربع شنط، لكن والله ليس بها مرجعا واحدا. هذا طالب علم يبيعها الدولة تصرف له راتب ويبيعها يوسف، إذا خلص منه باعها يوسف بخمسة دولار. ليه يا أخي؟ هذا مرجع، وعادة الجامعات العربية تقرر عليك state of the art textbook، أفضل مراجع موجودة في العالم، فيجب أن تأخذها معك مكتبك تعود لها بعدين وتفيد منها زملائك الآخرين لو تتح لهم فرصة الابتعاد. حضور مقررات الاستماع عند عمرها يأتنيش، وأنا أقول لك أنا طبقت هذا بنفسي وكثير طبقوه، ستجد أنه مهما كان جامعاتنا جيدة لكنها ليست جامعات عالمية. ولذلك لما وصلنا هناك وجدت ان عندي يعني جاب في فرق شوي، وما هو مطلوب عليها المقررات، تروح للدكتوره تقول لها بيحتضر بس للاستماع عشان استفيد، عشان اقدر ارجع في المقرر الدكتوراه او الماجستير اللي معي. احضر مقررات الاستماع اللي تشرح من عندك فيها ضعف، وهم يتعاونون معك بدرجه كبيره جدا. اخي الكريم، طلابنا يسمونهم فروم دور تو دور كما قال المسيب الله يرحمه، يعني من باب السياره الى باب المحاضره. نو، الجامعات هناك خلايا لحم، كل يوم في مناقشة رسالة علمية، في ورشة عمل، في مناقشة سيمينار، في مؤتمر علمي، طلابنا ما يحضر كل هذه الفعاليات، يجب أن تحضر جميع الفعاليات العلمية في القسم والكلية والجامعة، وهذا ما سينعكس عليك علمياً ولغوياً إن شاء الله. شكراً لإنصاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لكل منكم ما يسمو إليه بإذن الله. مع محاضرة سعادة الدكتور فوزي بن عبد الغني البخاري، المدير العام للإدارة العامة للبعثات لوكالة وزارة التعليم والشؤون الابتعاث، ومحاضرته بعنوان إجراءات الابتعاث في وزارة التعليم. في خدمات تقدمها الوزارة بالتعامل مع جهاز الابتعاث قبل مباشرة البعثة، من ضمنها طلبات تغيير المحرم غير المؤسسة التعليم وغير ذلك، فممكن التواصل مع الوزارة. ولكن خلينا نبتدئ بعد الوصول إلى مقر البعثة. طبعا يجب على المبتعث أو المبتعثة فتح ملف فور الوصول إلى مقر البعثة عن طريق موقع الملحقية. طبعاً قرار الابتعاث سيرسل مباشرة للملحقية في مقر الدراسة، ولكن يجب الحصول على صورة منهم. ومعظم الملحقيات أيضاً يكون عندها بالإضافة إلى ذلك في قاعدة البيانات ممكن تكون عندها بعض المعلومات عن المبتعثين.
طبعا بفتح ملف في الملحقية يمكن عمل ذلك عن طريق موقع سفير الطلبة، وهذا يمكن ضمنيا يجاوب على استفسار الزميل. موقع سفير الطلبة وزارة التعليم العالي استثمرت الوقت الكثير والمال الكثير وصممت موقع يمكن جميع المبتعثين من التواصل مع الملحقيات الثقافية ووزارة التعليم العالي دون الحاجة لزيارة أي منهم. أنت جالس في بيتك تستطيع تقدم أي طلب يتعلق في أي شيء تحتاجه خلال فترة بعثتك، سواء كان أكاديمياً، إدارياً، مالياً أو غير ذلك، حتى اجتماعياً. طبعاً لفتح ملف الملحقية، الملحقية تحتاج إلى عنوان لك، عنوان سكني، وأيضاً هاتف للاتصال بك، وأيضاً حساب بنكي. فهي سيارة زي من أولا البيضة والدجاجة، فيجب أن تستعجل وفي البداية تستخرج شريحة الجوال، ثم ترتب موضوع السكن وتذهب إلى البنك. البنك لن يفتح لك حساب بنكي بدون ما يكون عندك عنوان سكني. فأثناء ذلك تتواصل مع الملحقية، وسنرى بعد قليل كيفية التواصل مع الملحقية. تتواصل مع الملحقية لفتح ملف، طبعا التواصل مع الملحقية أقصد فيها ليس شخصيا ولكن عن طريق الموقع. تتقدم في بفتح ملف في الملحقية. كيف تفتح ملف؟ موقع سفير الطلبة اللي هو safir.mohi.gov.sa، هذا الموقع هو بوابة للطلبة. لو تلاحظوا الأيقونة اليمنى المحددة باللون الأحمر هي الرغبون في الدراسة، ثم الحصول على بعثة دراسية، وبعد ذلك تختار الدولة التي ستدرس فيها، ومن خلال ذلك تطلب طلب فتح ملف مبتعث. طبعا يطلب منك، طبعا في تقريبا 44 نقطة يجب قراءتها بعناية، وللأسف تجد أغلب الأخوان والأخوات الذين يقعون في مشاكل، سواء كانت مشاكل هجرة أو أي مشاكل أخرى، يتبين أنهم لم يقرأوا هذه التعليمات أو الشروط، ويكتفوا فقط في الضغط على آخر أيقونة تحت أو آخر علامة قمت بقراءة المعلومات عشان يكمل الجرائد، لكن فيها معلومات مهمة، فيها معلومات عن طريق معادلة الشهادات وأي معلومة إضافية. طيب بعد ذلك رقم الهوية الوطنية هي الوسيلة للتواصل، يعني احنا دائما عندما نريد أن نفتح ملف طالب نستخدم رقم الهوية الوطنية، فيجب نبتدئ فيه تبتدئ برقم الهوية الوطنية ثم رمز التحقق، وبعد ذلك تشاهد هناك على اليمين في البيانات الشخصية، البيانات الدراسية، المؤهلات، المؤهلات، عناوين الاتصال، بيانات جواز السفر، بيانات الابتعاث، تعطي بيانات الحساب البنكي، وإذا كان لديك مرافقين، زوجة وأطفال، وبعض الإقرارات. فهذه نبدأ من فوق صورة ملونة لجواز السفر وختم الدخول. الآن الجفر طبعاً هذا متخصص لأمريكا، ولكن أغلب المشاكل التي يواجهها الطلبة عند فتح ملف عدم إرفاق كامل المستندات المطلوبة. فيجب معرفة المستندات كلها وإرفاق جميع المستندات. الإشكالية الثانية استخدام الهاتف في تصوير الوثائق بدلاً من استخدام الماسح الضوئي. الهاتف إذا لم تكن يعني حريص ممكن الصورة تكون مهتزة. أيضاً الهاتف أغلب أجهزة الهاتف لديها دقة عالية ريزولوشن، وعندما تصور الوثيقة تصورها بذاكرة كبيرة فتجد صعوبة في تحميل الملف، بينما أنت إذا تريد أن تحمل صورة من استمارة الآيفون مثلاً في أمريكا لا تحتاج أن تصورها ملونة، صح ولا لا؟ فتكتفي بمسحها ضوئياً، ما يكلف إلا عدة كيلو بايت بدل ما يأخذ ميجا بايت. طيب فهذه من الحاجات المهمة اللي يثبت على الطلبة صعوبة في تحميل الوثائق، أو عندما تصل المعاملة إلى المسؤول في الملحقية يجد أن الوثائق ناقصة أو غير واضحة،
لا يمكن قراءتها. بعض الأحيان الوثيقة تصور بحجم صغير جدا، وعندما تكبر لا تكون واضحة أيضا. هذه من ضمن المشاكل التي تواجهها أو يواجهها مسؤولي فتح الملفات في الملحقيات. طيب، بعد ذلك تنشأ صفحة لك اللي طلب فتح ملف بتاعك، يعتمد على طريقة إدخال بياناتك. في بعض الجهات تكون بيانات مدخلة سابقا فتسحب المعلومات من البيانات السابقة، وإلا ينبغي كتابة البيانات، ويجب التأكد بدقة من كتابة المعلومات وإرسال الطلب. عندما يصل الطلب إلى الملحقية يقوم المسؤول عن فتح ملفات الطلبة المبتعثين بالملحقية من تدقيق الأوراق، وعند اكتمال جميع الأوراق اللازمة يتم فتح ملف لك في الملحقية. وتختلف الملحقيات في طريقة فتح ملفات الطلبة، يعني أنا أقصد فيها اللي هو إعطاء رقم مميز لها. في بعض الملحقيات تستخدم فقط أرقام، في بعض الملحقيات تستخدم مزيج من الأرقام والحروف. على كل ينشأ لك ملف ويعطى لك رقم، ولكن رقمك في الملحقية ليس مهم بقدر أهمية استخدام السجل الوطني. وبعد ذلك تستطيع إنشاء حساب لك في بوابة الطلبة. لاحظ الخطوات السابقة كلها، أنت ليس لديك حساب في بوابة الطلبة، أنت فقط تقدمت عن طريق البوابة لطلب فتح ملف. الحساب الموجود في بوابة الطلبة الآن اللي نحن الآن بصدد شرح كيفية فتحه، هو شبيه بالحساب في مثلا البنوك، شبيه ببوابة وزارة الداخلية أبشر، شبيه بعدة جهات معينة. أنت تنشئ لك حساب خاص فيك، تدخل لهذا الحساب عن طريق رقم يوزر نيم اللي هو عدد من يكون السجل المدني ورقم سري، ومن خلاله تستطيع تقديم جميع الطلبات والتواصل مع الملحقين. طيب، لو تلاحظوا ايضا نعود الى بوابه سفير، هي الصفحه الرئيسيه. لو تلاحظوا في على الصفحه في تسجيل دخول الطلاب، هذا تسجيل دخول الطلاب لمن انشا حساب في البوابه. ولو تلاحظوا يطلب منك رقم الهويه وكلمه المرور، فرقم الهويه وكلمه المرور هي اليوزر نيم والباسورد. ولكن عندها ما تقوم الملحقية فتح ملف، لكن ينبغي أن تنشئ حساب في البداية، وهي عن طريق الدخول لأول مرة، وهي محددة بالمستطيل باللون الأحمر. بعد ذلك يطلب منك النظام إدخال رقمك الطلابي في الملحقية اللي هو رقم الملف الذي تم فتحه مؤخرا، بالإضافة إلى رقم الهوية الوطنية ورقم الصورة. هذا رقم لغرض التأكد من أن الشخص هو معني باستخدام البوابة. ويضغط إكمال التسجيل، سيتم إرسال لك رسالة لهاتف الجوال التي قمت بإدخاله، وبذلك يتم تفعيل الحساب. هذه الصفحة الرئيسية، صورة للصفحة الرئيسية لبوابة الطلبة. من خلال هذه الصفحة تستطيع تغيير بياناتك العامة. يعني كيف تغير؟ طبعا لا أحد، ما يستطيع الطالب غير اسمه ولا سجل المدني. تستطيع تغيير عنوانك، تستطيع تغيير وسائل الاتصال من هاتف ثابت أو هاتف جوال، بريد الإلكتروني. ومن المهم جدا أن تكون بياناتك محدثة بانتظام. للأسف نجد في بعض الطلاب نتواصل معهم ولم نجيب، وبعدين نكتشف أن بريد الإلكتروني ألغى ولا أشعرنا، أو بريد الإلكتروني ما يفتحه فامتلأ الصندوق، وبالتالي كل الرسائل التي نرسلها له ترجع لنا أن البريد ممتلئ، جواله يغير بدون ما يحدث. فيجب أن يكون بياناتك محدثة دائما، عند حدوث أي تغيير يجب إشعارنا بذلك. طيب، في البوابة هذه في بيانات أنت تريد تغييرها، ولكن هناك طلبات تستطيع التقدم بها. ما هي هذه الطلبات؟ لو تفكروا معايا، أنت أنشأت حساب في البوابة وفتحوا لك الملحقية ملف الطالب. أول خطوة تحتاجها من الملحقية ماذا؟ اللي هو ضمان مالي لكي تسجل في الجامعة. بعد ما تسجل في الجامعة وأنهيت مثلا الفصل الأول، ماذا عليك أن تفعل؟ تزود الملحقية بنتائجك، صح ولا لا؟ وتطلب ضمان مالي للمرحلة التي تليها. خلال تلك الفترة مثلا رزقت بمولود
فطلبت إضافة محرم. قال هناك هذا طلب يسمى طلب إضافة محرم. زوجتك قررت تدرس اللغة الإنجليزية وممكن تطلب طلب دراسة لمحرم أو مرافق محرم. أيضا بالنسبة للأخوات المحرم ممكن يستطيع أن يدرس اللغة الإنجليزية. مرت فترة وأردت العودة للسعودية فتطلب تذكرة. أردت أن تغير المنزل فتحتاج إلى تعريف بالراتب تطلب طلب تعريف من الملحقية لتعطي خطاب اللغة الإنجليزية وضع أنك أنت طالب مبتعث وتستلم مخصصات. فإذا لو تفكروا أي حاجة تحتاجوها خلال دراستكم من وصولكم لمقر البعثة حتى التخرج موجودة ضمن بوابة سفير. هذه صورة للمعاملات التي كانت لنا في الوزارة، هذا حسابي. ولو تلاحظوا الطلبات كثيرة، هناك طلب استمرار في دراسة اللغة، طلب إضافة التقرير، في تقريبا قرابة أكثر من 100 طلب موجود، وبعض الطلبات خاصة بملحقية معينة، ولكن الطلبات كلها متشابهة تقريبا في معظم الملحقيات إلا بعض الملحقيات. فإذا حتى هناك في طلبين مخصصين للحاجات التي قد تطرأ وليس لديها إجراء موجود في البوابة. وهناك طلب اسمه طلب طلبات عامة، فإذا أنت تريد تطلب حاجة وليس موجود في البوابة هذا الطلب تطلب طلب طلبات عامة، تريد أن تستفسر في طلب استفسار. طيب نتكلم شوية عن الأمور المالية قبل أن نبدأ بالأمور الأكاديمية. طبعا الصرف يبدأ على المبتعث ومرافقين من تاريخ الدخول إلى مقر البعثة. طبعا هذا شريطه يكون صادر بقرار البعثة، وعلى ألا تزيد الفترة بين الدخول وبين الدراسة بأكثر من شهر. طبعا في بعض الأخوان والأخوات يقولوا عندي شهر، طيب كويس أنا حدخل قبل الدراسة بشهر ومنها ممكن أخذ راحة وأتمشى وبعدين أبدأ الدراسة. لاحظوا الشهر هذا محسوب ضمن مدة الدراسة، يعني البعثة مدة البعثة تحسب بالصرف المالي. فإذا بدأ الصرف عليك بدأ العدال يحسب أنه هذا بدأ البعثة، فهذا حيعطيك سنة فقط للغة بغض النظر كم الفترة التي فعلا درستها في مرحلة اللغة. طبعا المخصصات الشهرية تحول إلى الحساب البنكي الخاص بالطالب في اليوم 25 من كل شهر هجري، فالتحويل دائما ترى بالشهر الهجري. ملحقيات أيضا، إذا مثلا الطالب وصل يوم مثلا 24 ودخل راتب الشهر يكون نزل، صح ولا لا؟ فيحسب حساب الطالب أنه حينتظر إلى يوم 25 من الشهر القادم لكي يتمكن من الحصول على مخصصات، فيجب أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار ويصطحب معه مبلغ من المال يكفيه لترتيب أموره من سكن ومعظم الشقق والمنازل. مكاتب العقار تطلب التأمين بالإضافة إلى الإيجار الشهري، هناك الإيجار شهريا تدفعه. التأمين متراوح بين إيجار شهر إلى شهر ونص، ويصل في بعض الحالات إلى شهرين. بعض مكاتب العقار بناء على تجارب للأسف سيئة من الطلبة الأجانب ولا أعني ذلك فقط السعوديين، وجدت أنه ممكن يكون في إساءة استخدام أو شيء من هذا القبيل، فيطلبوا أحيانا دفع لثلاث شهور أو إلى ست شهور مقدما، وهذا مبالغ فيه. تبتعد عن هذا المكتب العقار وتشوف لك مكان آخر. المرافق السعودي يعامل معاملة المبتعد من حيث الميزان المالي إذا صدر قرار الحاق بالبعثة، ولكن ترتبط بعثته بالمبتعد الأساس. طبعا مؤخرا صدر موافقة مجلس الوزراء على منح المرافق للمبتعد، يعني الزوجة أو زوج المبتعثة الغير سعودي مخصصات مالية يعني، ولكن لا يمكن أن يلحق بالبعثة. طيب ما هي البدلات التي ممكن أن يستلمها والمخصصات التي يستلمها المبتعث أو المبتعثة؟ هذا الجدول يوضح إذا كان مبتعث أعزل يستلم 5606 وربع ريال، هناك بدل الملابس والكتب وبدل العلاج وبدل الطباعة، يصبح الإجمالي 6929 15 ألفا. ويتم تحويل
هذا المبلغ إلى عملة البلد الذي تدرس فيه، وإذا كان المبتعث مع محرم أو زوجة أو أطفال يختلف المخصصات، فهذا الجدول يوضح المبالغ التي يمكن أن يتقاضاها المبتعث ومرافقيه خلال شهريا إلى انتهاء دراسته. طيب، في السابق تقوم وزارة المالية بتحويل المبالغ للملحقيات، وهذه المبالغ تشمل مخصصات الطلاب والرسوم الدراسية وما إلى ذلك، ويتم تحويل المبلغ بسعر الصرف. طبعا أمريكا هي حالة استثنائية، سعر الصرف مرتبط ثابت دائما 3.75، ولكن مثلا الطلبة كانوا في بريطانيا نزل الجنيه الاسترليني في بعض المرات وصل إلى 4 ريال، وارتفع في بعض المرات وصل إلى 8 ريال. التذبذب هذا وقع المبتعث في حرج، بعض الأحيان انتقال مخصص في الشهر بعد انتقال مخصص أكثر، ممكن أقل ممكن أزود. فالدولة راعت هذه الحاجة وثبتت سعر الصرف للمبتعثين. فمثلا كندا ثبتته بريالين، الدولار الكندي بريالين و57، مثلا اليورو 3 ريال و84، تلاحظ اليورو وصل إلى 6 ريالات صح؟ فأنت لما يكون محسوب اليورو 3 ريال و84 في مكسب للطالب، الجنيه الاسترليني ثبتوه ب95. هناك بدلات يستلمها المبتعث اللي هو بدل مراجع أو أدوات علمية، المراجع للدراسات النظرية والأدوات العلمية للدراسات العلمية، وهو مبلغ 3750 ريال مرة واحدة في هذه المرحلة الدراسية، يعني مرة خلال الماجستير ومرة خلال الدكتوراه. هناك مكافأة تشجيعية شهر كامل لمن حصل على تقدير امتياز، طبعا نصف شهر هذا فقط مرحلة البكالوريوس، ولكن شهر كامل بالنسبة للماجستير والدكتوراه لمن حصل على تقدير امتياز، لأنه الحد الأدنى في مرحلة الدراسات العليا تحصل على جيد جدا. تعد في مرحلة الدراسات العليا حضور مؤتمر أو ندوة علمية، وأيضا قيام برحلة علمية للمملكة. وللأسف دون لاحظة الوكالة إساءة استخدام الرحلات العلمية. ما هو الهدف من الرحلة العلمية؟ أن يكون لديك بحث تقوم به، سواء كان في مرحلة الماجستير، مع أن عدد الرحلات العلمية في مرحلة الماجستير قليل جدا، ولكن في مرحلة الدكتوراه تقوم تتجه بحث معين وتريد أن تجمع بيانات عن هذا البحث لاستكمال الدراسة. لو تفكر فيها، أنت ستعود للعمل في المملكة، يعني جمعت للبيانات لاحق عليه لاحق عليه، أنت تريد ذهبت للخارج للحصول على العلم هناك صح؟ فلماذا لا تأخذ البيانات من هناك؟ لأن بياناتك موجودة. اللي يحصل كثير من أعضاء التدريس لأنهم هم بيانات كلها سووا فيها أبحاث تقريبا انتهوا في بعض المجالات، يعني من ناحية من بعض النواحي خلاص عندهم البيانات وبحثوها هم وزمناهم ولا يوجد جديد، يعني ممكن يسوي نظرية جديدة أو شيء كذا ممكن. فهو يتمنى أن يشتغل معه أحد الطلبة الأجانب لكي يحصل على بيانات جديدة من مجتمع آخر. ففكر فيها، لا تنقل حاجات برا وتتعلم ماذا لدى الآخر وأنقل عنده هنا، ثم عندك الوقت للقيام بأبحاث والترقية إلى درجة أعلى بأنك تقوم بأبحاث في المملكة، ولكن الأمر يعود لك وعلى حسب طبيعة البحث. عند التخرج بمشيئة الله هناك بدل نقل عفش وأمتعة 5606 للأعزب، والمتزوج 8409 بدل وكسور. هناك بدل طباعة للماجستير والدكتوراه، و سنشرح الآن ما هي الخدمات التي تقدمها الوزارة للمرافقين. طبعا ما هو تعريف المرافقين؟ هي زوجة المبتعث والأبناء، أو زوج أو محرم المبتعثة وأبنائها. ماذا يمكن عمل المرافقين؟ طبعا المرافق اللي أقصد فيه من الأبناء اللي هو يا زوجة المبتعث أو زوج أو زوجة المبتعث، عفوا زوج المبتعث أو زوجة المبتعث أو محرم المبتعث، إيش اللي ممكن تقدمها الوزارة له؟ طبعا في بعض يعني يكون زوجة لا تريد أن تدرس،
فهذه ترعى ابنائها اذا كان لديها ابناء، وهذا البيت وهذا المخصصات تاتيها اعانه المحرم تاتيها ضمن مخصص الزوج. هذه تعتبر مرافق غير دارس او مرافق عادي. واذا رغبت في دراسه برنامج لغه انجليزيه او لغه اجنبيه او اي برامج اخرى، تقوم الملحقيه بتسديد الرسوم، فسواء درست ام لم تدرس مخصصاتها هي نفسها لتتقاضاها عن طريق مخصص الزوج. هذا يسمى مرافق دارس. الان اذا رغبت في اكمال دراستها، سواء تدرس بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه، بعد انتهاء اللغه والحصول على القبول الاكاديمي تتقدم لطلب الحاق وعضويه البحث. طيب، فهذه تقريبا الخدمات التي تقدم. طبعا الابناء ايضا تقوم الملحقيه اذا كان سنهم في مرحله جامعيه بالحاقهم عضويه البحث في الشهور. طبعا بوابه الطلبه هي الوسيله الوحيده للحصول على اي إجابة، وهي الوسيلة الرسمية. بعض الأحيان يشتكي بعض الطلبة أن معاملتهم تأخرت أو أن المشرف أعطاه نصيحة غير دقيقة، مما ترتب عليه أي إشكالية. الآن البوابة ما في أي مجال لأي يعني نطلب إثبات. البوابة أول ما تقدم الطلب وتحمل الأوراق المطلوبة وتضغط زر الإرسال، ستنشأ معاملة إلكترونية برقم مميز خاص فيها، وهذه المعاملة الإلكترونية تذهب إلى الشخص المسؤول. فإذا كان المطلوب تعريف بغرض استئجار منزل، تذهب إلى الشؤون الإدارية، وهناك موظف مسؤول تدخل في صندوق الوارد لديه، وعندما يبدأ دوامه ويفتح صندوق الوارد، زي كأنه فتح بريد إلكتروني، يأتي له قائمة بالمعاملات الواردة. إذا تريد طلب تذكرة، أول ما تضغط زر الإرسال تذهب إلى الطلب، وبعد ما ينشأ رقم إلكتروني تذهب إلى مسؤول التذاكر. إذا أراد ضمان مالي للدراسة الأكاديمية أو إضافة تقرير أو طلب تمديد بعثة، يذهب إلى المشرف الأكاديمي. فإذا موثق مو بس تاريخ الطلب، الوقت الذي تقدمت فيه الطلب، وموثق متى ذهب إلى الشخص المعني. طبعا تختلف مسار المعاملة من ملحقية إلى أخرى. هناك بعض الملحقيات الصغيرة تذهب إلى المشرف، من المشرف إلى مساعد الملحق للشؤون الأكاديمية، ثم الملحق وبعض الأحيان حتى ما في مساعد، من المشرف إلى الملحق مباشرة. في بعض الملحقيات الكبيرة لا، هناك عدة درجات للوصول إلى اعتماد الملحق، زي ملحقية أمريكا مقسمة أمريكا إلى أقاليم، فهناك المشرف ثم رئيس الاقليم ثم مدير الشؤون الاكاديميه، وثم ترسل المعامله يا تعتمد يا ترسل الى الوزاره. طبعا الطلبات الذي يطلبها المبتعث تنقسم الى قسمين، في طلبات تختص بالبدء فيها الملحقيه الثقافيه، وهناك طلبات لا، يا الوزاره تختص فيها او مرجع الطالب. فالملحقيه ليس لديها صلاحيه مثلا فيما يخص مبتعثين الجامعة السعودية الإلكترونية بتغيير مثلا التخصص. ليش؟ لأن الجامعة حددت تخصص الطالب بناء على احتياجه. فممكن يكون في مثلا في تخصص ما أرسلوا 10 طلاب، مثلا نصفهم في تخصص ما. فما ممكن الطالب يطلب أن يحول تخصص إلى تخصص آخر، فيصير عندنا تكدس في تخصص معين وشح ونقص في تخصص آخر. فإذا الملحقية لا تستطيع تغيير التخصص، ستقوم بإرسال المعاملة أو طلب الطالب إلى المرجع. ووزارة التعليم العالي تتواصل مع جهات الابتعاث وتربط بوابة أو الورك فلو أو نظام إجراءات سير العمل بالنسبة للطلبة اللي هو السفير الدراسي، تربطهم بجهة الابتعاث بهذه البوابة، فبحيث المعاملة ترسل مباشرة للجهة، والجهة داخلية تبت في المعاملة وتعيد المعاملة إلى الملحق. من المشاكل في التأخير في الطلبات أن الطالب يتأخر ويقدم الطلب في وقت حرج جدا، يعني زي مثلا فتح التسجيل لمدة أسبوع في جامعة ما، نفاجأ أن الطالب في آخر يوم يتقدم الطلب ضمان مالي ويقول استعجلوا ويتصل بالملحقية وخلصوا وأنا بكره انتهى التسجيل. طب أنت لديك علم منذ حتى سنة
متى يبدا التسجيل ومتى ينتهي وماذا عليك ان تفعل. فالمفترض ان تخطط للمستقبل وتعرف انت في نهايه كل فصل بعد الامتحانات ستظهر النتائج وتعرف ماذا ينبغي القيام به لاحقا. فالمفترض ان تعمل القيام بعمليه دائريه متكرره متسلسله الى تتخرج. تطلب ضمان مالي ترسل نتائج الملحقيه وتطلب ضمان مالي وترسل نتائج وهكذا في كل مرحله تقل مرحله التي تبيها حتى تتخرج. بهذه الطريقه يكون ملفك لدى الملحقيه مكتمل. فاذا ارسل طلبك الى مرجعك المرجع عندما يفتح ملفك يجد جميع المعلومات المتوفره. ما يجد مثلا في فصل من الفصول انت لم ترفع نتائجك فهم ليس لديك معلومه ماذا عملت خلال هذا الفصل. واضح؟ فيجب ان تكون يكون ملفك مكتمل حتى يتمكن صاحب الصلاحيه من البدء في الطلب بتوفر المعلومه المتكامله. طبعا بعض الطلاب يقدم طلب ويتوقع الموافقه ستاتي ويقدم على الخطوه التي لم يصلها تاكيد انه المرجع سيوافق ام لا او حتى الملحقيه ستوافق ام لا. يعني زي مثلا تغيير معهد اللغه هذه ممكن تكون من صلاحيه الملحقيه. انت تدرس في معهد لغه واردت الانتقال الى معهد اخر فممكن الملحقيه ترفض. المعهد متكدس، المعهد عليه ملاحظات، في عدة حاجات معينة. حتى ممكن يكون قانونيا حسب لوائح الهجرة لا تستطيع تغيير المعهد إلا بعد مرور فترة زمنية، لأنه لا يجوز أن تأتي تدخل لدولة ما زي أمريكا بفيزا صادرة من جهة معينة وتتركهم وتذهب إلى جهة أخرى. فيجب أن تدرس فيها فترة ثم تطلب تغيير الجهة. طبعا فترة اللغة محددة بسنة واحدة فقط. خلال تلك الفترة ينظر في وضع الطالب بصفة مستمرة ويمكن تمديد البعثة لمدة 6 شهور، ولكن يجب أن يكون هناك نتائج للتوفل والآيلتس. طبعا هذا يعود أيضا للمرجع إذا أعطى صلاحية للملحقية أم لا. التأجيل عادة خلال فترة اللغة ما نأجل، ولكن أيضا إذا كان هناك ظرف قاهر لا سمح الله طبي أو شيء كذا ممكن النظر. وخلال تلك الفترة انتم الان بالنسبه للاخوان والاخوات ممكن يذهبوا فقط بطلب اللغه ولا لازم يجوا بطلب اللغه؟ طيب، فاذا خلال تلك الفتره كيف تحصل على قبول؟ خلال السنه الاولى. طيب، طبعا القبول الدراسي بالنسبه للتخصصات الادانيه عاده تطلب الجامعات جيمات بالاضافه الى جاده اللغه الانجليزيه، وللتخصصات العلمية والهندسية تطلب جي آر إي وهي اختبارات قياسية معيارية شبيهة بالقدرات التحصيل، فيها لغة، فيها معلومات عامة ممكن في التخصص، فيها رياضيات، فيها حاجات كثيرة. وبعد ذلك الحصول على قبول من جامعة موصى بها في التخصص والدرجة وغير موقفة بسبب التكدس قبل انتهاء فترة اللغة. طبعا في نصيحة بس بذكرها لكم، كثير من الطلاب يستخدم مكاتب القبول في الحصول على قبول أكاديمي. ومكاتب القبول خلال عملي، أنا عملت في بريطانيا 7 سنين والآن لي تقريبا 6 سنوات في الوزارة، لم أجد مكتب يعمل باحترافية. طيب، المكاتب جميع المكاتب شغلها غير احترافي ويضحك على الطلاب. فكروا فيها الآن، من يريد أن يتعامل مع مكتب؟ مو من الطلبة، نتكلم من الجامعات، يسمى ايجنت. من يريد ان يتعامل؟ هل تتوقعوا اذا قربناها لكم وقلنا ان الجامعات تصنف زي الفنادق مثلا نجمه الى 5 نجوم، هل الجامعات ابو 5 نجوم تتعامل مع مكاتب قبول؟ لا. هل الجامعات ابو 4 نجوم تتعامل؟ لا. هل ابو 3 نجوم تتعامل؟ لا. من يتعامل مع المكاتب؟ ابو نجمه وابو نجمتين. تقولوا طيب اذا ابو نجمه ونجمتين تعيس ليش الوزاره تعتمده؟ الوزاره حطت معيار، من حقق الحد الادنى اعتمد. فلا يعني ذلك انه اي طالب ممكن يدخل، انتم معقود الامل فيكم انكم ترجعوا وتدرسوا اجيال، صح ولا لا؟ فيجب ان تكونوا انتم تدرسوا في احسن الجامعات وتكونوا متمكنين، ما انتم زي مبتعث من وزاره ما او وزارة التعليم العالي، لأن هذا في الأخير يروح يشتغل ولا يؤثر على جيل. أنتم لا، أنتم اللي تأثروا وتدرسوا وتعملوا كل شيء، فيجب أن
زي ما تفضل الدكتور عبد القحطاني اختاره للجامعات المتميزه، ولكن ايضا الناس قدرات. في من بينكم في ناس اللي امتياز ستريت ايز في كل فتره، في ناس حقق يعني الله جيد جدا. ايضا يجب ان تقيس قدرتك، ولكن لا ترضى بالقليل تروح تذهب في الجامعات التعبانه تظن انك انت ممكن تخلص بسرعه، لا، انت لن تتلقى علم جيد من هناك. البنيه التحتيه في الجامعات لو نجمع نجمتين ليست كالبنيه التحتيه في الجامعات المتميزه، والجامعات المتميزه ترى تميزها ليش؟ لانه فيها عقول وصار فيها اختراعات وابحاث وما الى ذلك، فتميزت وعرفوا الشركات والخريجين والمجتمع انه هذه جامعه متميزه، فاعطوها تبرعات كثيره، فبالتالي قدرت ان تبني بنيه تحتيه افضل من الجامعات الاخرى. يعني لو تروح لجامعات متميزه تلاقي عندها احدث اجهزه الكمبيوتر، احدث المعامل، احدث الاجهزه في المعامل الهندسيه وما الى ذلك، احدث البرامج، بينما تروح لجامعه ثانيه تلاقي مثلا لا زال عندهم اوفيس مثلا، ما نتكلم اوفيس، نتكلم عن برامج متخصصه زي ساس، اس بي اس اس، جي اي اس، برامج في هذا، تلاقي حتى الاصدار يكون اصدار قديم له سنه سنتين وما الى ذلك، يعني ما هي زي الجامعات المتميزه. فنرجع الى مكاتب القبول، مكاتب القبول تتعامل معها فقط الجامعات ابو نجمه وابو نجمتين. مكتب القبول لن يحرص على ان يقدم لك خدمه جيده، هو يحرص على فلوسه. فهو يحرص على انه يختار لك الجامعات التي يتعامل معها. ليش؟ عشان تعطي له عموله. وللاسف يضحك على الطلاب، ياخذ فلوس من الطلاب، ياخذ فلوس من الجامعه، هو الاساس اللي ياخذ من الجامعه. وفكرتهم زي فكره مكاتب العقار. انت اذا رحت مكتب عقار تريد ان تستاجر منزل او تشتري ارض او مقار او شيء زي كذا، وجلست مع مكتب العقار لمده شهر شهرين وهو يدور فيك، في الاخير ما جاز لك شيء، هل يجبرك انك تعطي له فلوس؟ لا، لانه ياخذ السعي بعد الشراء، صح؟ مفترض مكاتب القبول تاخذ نصيبها او عمولتها من الجامعه اذا الطالب راح. وجدنا ان في طلاب دفعوا مبالغ طائله وضحكوا عليهم واختاروا لهم جامعات سيئه. فالجامعات المتكدسه لماذا تكدست؟ لسهوله القبول فيها وضعف معايير القبول في الجامعه. يعني الجامعه مثلا تقول انا ابغى في برنامج الماجستير ان الطالب يحقق 6 في امتحان اللغه الانجليزيه الايلتس، ونيجي نلاقي طالب ماخذ 5 ومع ذلك قبلته الجامعه. هذا خطا. يعني الطالب ممكن يكون ينبسط ويقول هو انا احصلت على قبول، في الاخير يضر مين؟ يضر نفسه. لانه اذا بدا الدراسه الاكاديميه وهو ضعيف اللغه لن يستطيع ان يبدع في مجاله، واغلب الدراسه العليه تتطلب كتابه السيز وكتابه تقارير وكتابه حاجات، فلغته ضعيفه، فبالتالي سيفشل في الماده هذه باخذ علامه ضعيفه. فمكاتب القبول انا انصحكم ان تحضروا منها، والابتعاث هي تجربة ابدأوها من الصفر من البداية، وانتم هنا انكم تبدأوا انتم بالبحث عن قبول، ما حد يجدد لكم طفرك، فانت تختار الجامعة بناء على معايير كثيرة، سمعة الجامعة، جودة البرنامج، وايضا حاجات ثانية ثانوية ولكن تكون مهمة لاستقراركم خلال الدراسة، زي مثلا شخص لا يحب المدينة الضخمة المزعجة، ممكن تختار مدينة جامعية تسمى مدن جامعية، زي مثلا تصور انه في الدرعية في جامعة. فالدرعية مدينة صغيرة أو قرية أو شيء زي كذا، ما حيكون في إزعاج. غير لما تروح مثلا في مدينة زي مثلا نيويورك أكبر من الرياض. هذا كيف تعيش فيها؟ كيف تتنقل فيها؟ في ناس يقول لك لا أنا أحب المدينة الكبيرة، في ناس لا يستطيع العيش في جو بارد جدا، هناك في بعض الولايات الثلوج تصل إلى فوق الركبة. درجة الحرارة تصل إلى ناقص 80 درجة مئوية مع الويند شيل. ففي بعض الولايات حارة جدا حرب السعودية. في بعض الولايات فيها عصير، في بعض الولايات يعني تختلف، وأنت تختار المدينة، تختار الجامعة، تختار على معايير كثيرة أكاديمية واجتماعية من ناحية حتى راحتك في المدينة. طيب، ما هي متطلبات القبول؟ كيف تحصل على قبول؟ طبعا من المهم جدا ان يكون لديك
شهاداتك السابقة والسجل الأكاديمي. الشهادة الحالة لا تكفي، لأنه تعرف الشهادة أقصد فيها اللي تعلق في الجدار، هذه اللي فلان فلان تخرج من الجامعة الفلانية وحصل على درجة كذا، المهم واضح فيها ما هي المواد التي درستها، فيجب أن يكون لديك سجل أكاديمي واضح باللغة الإنجليزية، ويفيد أن تكون أيضاً ترفق وصف المقررات عشان يعرفوا إذا أنت أخذت مثلاً 241 ريض ما هي المواضيع اللي أخذتها في ضمن هذه المادة. طيب، فهذا يعطي للجامعة فرصة أنها تقيم وضعك وتعرف كيف ممكن أن تقبل في الجامعة. طبعاً مهم جداً أن ترتب وأن تحصل على خطابات توصية، وخطابات التوصية ممكن أن تشمل أيضاً ليس فقط المدرسين في دراستك السابقة، ولكن أيضاً إذا أنتم عملتوا فترة هنا لكنها سنة أو أكثر. دكتور، كم الفترة اللي عمل فيها الأخوان؟ في اللغة؟ لا، هنا في بعد التعيين يعني لهم سنة واحدة. طيب، فممكن تحصل بالإضافة لخطابات التوصية الأكاديمية من مدرسينكم في المراحل السابقة، تحصل أيضاً على خطابات توصية من جهة العمل، هذه أيضاً ممكن. هذا طبعاً في كتابة السيرة الذاتية والخبرات العملية، ومعظم الجامعات تطلب صفحة واحدة تسمى statement of objective اللي هو الهدف من الدراسة. لماذا أنت تريد أن تكمل دراستك؟ ولماذا اخترت هذا التخصص؟ والتخصص تقصد فيه ممكن يكون التخصص الدقيق في مجالك. ولماذا اخترت الجامعة هذه؟ لماذا تريد أن تحصل على قبول مني؟ هذه الجامعة تريد إجابة، يجب أن يكون عندك أمور واضحة. وطبعاً معظم الجامعات تطلب إجادة اللغة الأجنبية، طبعاً بافتراض أن معظمكم سيروحوا إلى دول ناطقة باللغة الإنجليزية اللي هو TOEFL Test of English as a Foreign Language أو IELTS International English Language Testing System. وأيضاً بلا ذكرت امتحانات قدرات المعيار الجاري والجيمات. طيب، طبعاً المهم جداً التزام التخصص والجامعة ومقرر البعثة حسب قرار الابتعاث، النصاب الكامل. النصاب الكامل بالنسبة للدراسات العليا 9 ساعات وفي المواد المحددة. وجدنا بعض الجامعات في أمريكا وفي كندا عندهم مواد أونلاين، والمواد الأونلاين لو كان الأونلاين مسموح فيه حسب نظام الابتعاث كان واحد جالس يدرس النصاب الآخر مفترض تدرس به الفول تايم في الدراسات العليا عادة، مفترض ما في مواد أونلاين في البكالوريوس إذا لازم الامر والطالب ما حيقدر يتخرج وفي ماده في مكان ثاني والله يمكن تسمح بالحقيقه وفق ضوابط. الحذف ايضا يسبب اشكاليه ما لم يكن هناك مبرر، لانه ليس فقط مخالفه للوائح الابتعاث، هي مخالفه لنظم ولوائح الهجره. الطالب الاجنبي يجب ان يسجل بنظام الدوام الكامل، وما يحدث وان حذف يبادر مقر البعثه والا يتعرض لمشاكل. طبعا ارسال خطاب تاكيد التسجيل يعني هي تطلب ضمان مالي، ترسل الملحقين ما يفيد انك سجلت، ثم ترسل الملحقين نتائج التسجيل. اعطيكم معلومه او مشكله صارت بسبب مكاتب القبول لطلبه من البرنامج. طلبه دول يتعاملوا مع مكتب للحصول على قبول، حصلوا على قبول معهد لغه وارسلوا لهم معهد اللغه، هذا رايحين امريكا، ارسلوا لهم معهد اللغه استماره الاي 20 وراحوا للسفاره وحصلوا على تأشيرة واشتروا تذكرة وراحوا المطار وسمح لهم بالسفر. لو تلاحظوا الآن في أمريكا عندها عدة خطوات ل زي ما يقولوا فحص الأمن، طبعا لما تقدم أنت للسفارة وأعطوك التأشيرة معناته فحصك أمنية، ولكن عند السفر قد يحدث هذا الشيء، فإذا حدث لك لا تفاجأ، ممكن أنت تروح المطار تقدم تذكرتك خطوط ممكن يجي يقول لك انت ممنوع من السفر، لانه قبل كل رحله لا يسمح لاي واحد يضاف قبل الرحله ب اعتقد 24 ساعه، ترسل بيانات الركاب الى الجهات الامنيه في امريكا وهم ممكن يقولوا فلان لا يسافر. هذول الطلاب سمح لهم السفر، وصلوا الى امريكا وعند موظف الجوازات قال لهم انتوا الاي 20 تبعكم تكنسل. لماذا تكنسل؟ معهد اللغة كاتب ورقة ضمن القبولات انه يجب عليك الدخول لموقع المعهد وتسجيل انك انت متى تستدعي. الطلبة طبعا لا مكتب القبول قال لهم، هم لغتهم ما ضرب الخير ما ذروها،
ومشوا. طبعا المعهد ما جاهم نتيجه الطالب، نتيجه الطالب والوقت ازف، فحاولوا يتصلوا ويبدوا لي المعهد ايضا. هذا برضو من السياسات التي تتبعها مكاتب القبول، انهم يحطوا بياناتهم عشان يمسكوك، عشان لازم تدفع الرسوم، يحطوا بياناتهم كل اتصال عن طريقهم، فيبدو لي انهم متصلين بمكتب القبول وقت اجازه او خارج الدوام جمعه، ما رد عليهم احد، اتصل بالملحقيه، الملحقيه ما عندهم خبر من هذول الطلبه جايين، فالمعهد لغى الايفون، لان المعهد مسؤول الان عن الطلبه، والجهات الامنيه سمعتوا في بريطانيا منع بعض الجامعات من استقبال طلبه جانب، لانهم صار في تسيب في مراقبتهم. طيب، وممكن يحذف يحذف السماح لهذا المعهد استقبال طلبه جانب، فهو مكلف لهم اذا خسروا هذا الشيء. فلغى التاشيره. طبعا اذا لغى الايكوني ما يقدر يدخل. احتجزوهم ولبسوهم حتى بدل هذه الصفره، وجلسوهم في الطياره الثانيه، واجبروا على شراء تذكره، لانه قالوا نظام امريكا اذا الحكومه شرت تذكره لواحد وعيد ما يدخل امريكا لمده 10 سنوات. فاضطروا الطلبه انهم يشتروا تذكره ورجعوا للمملكه. فهذول راحوا مرتوا الطريق ورجعوا، لا وضافوا فوقها كمان اشتروا تذكره على حسابهم. فهذه الاشكاليه اللي تواجهها من التعامل مع مكاتب غير احترافيه، ايضا عدم قراءه الوثائق التي تاتيك، يعني حتى لو كانت لغتك ضعيفه الا ما تعرف احد من معارفك او قاربك يتكلم الانجليزيه ممكن يقرا الحاجات هذه. طيب، طبعا من الطلبات التي نشوفها هنا ممكن الاخوات تطلب مثلا تغيير محرم، في حالات اضطراريه تنظر الوزاره عن طريق المرجع في تاجيل البعثه، تغيير معهد اللغه، تغيير الجامعه، تمديد صلاحيه قرار التعافي اذا صدر قرار التعافي ويمكن من السفر لظروف تقدرها وتكون مقنعه للجامعه، تمديد البعثه، تمديد مرحله اللغه، ايقاف اعاده الصرف، الحاق المرافق او المحرم، حضور مؤتمرات ورحلات علميه. فهذه تقريبا الحاجات اللي ممكن الطالب يحتاجها اثناء دراسته. وختاما اشكركم جميعا واتمنى لكم التوفيق. والان مع محاضره سعاده الاستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن عبد الجبار وكيل الجامعه للدراسات العليا والبحث العلمي. محاضرته بعنوان متطلبات واجراءات الابتعاث في الجامعه السعوديه للبترولين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحقيقه اكثر شيء كسبناه من هذه ورشه العمل والمحاضرات هو تعرفنا على الزملاء وايضا تعرف الزملاء على بعضهم البعض. بالطبع ثلاث محاضرات كل واحد منهم ما شاء الله عليه مدير وكيل الوزاره للابتعاث ومدير اداره الابتعاث حاليا ومدير المعادلات في وزاره التعليم، لذلك ما ادري او لا ادري بماذا سوف اتيكم به، لكن ان شاء الله نقابلكم. لا بد واحدة من الأشياء المهمة، لن أقرأ الكلام كله بالكامل، لكن لو تلاحظون هنا في نقطة هي لائحة الابتعاث. لائحة الابتعاث من فيها؟ يلقاها على لوائح وزارة التعليم العالي والتي تختص بأعضاء هيئة التدريس. لذلك هذا معتبر من اعتبر ك يعني من الأشياء المسلمات أو الأولويات، وهي جميعها موجودة على الإنترنت. بالتالي من المهم أن الواحد يطلع عليها. طبعا صدرت لها تحديثات، لكن لا يمنع انكم تقتنونها وتحطوها من انها مرجع لكم، سواء في الابتعاث، سواء في الرحلات العلميه، سواء في اجراء البحث، سواء في حضور المؤتمرات. بالتالي يعتبر مهم، لكن ليس كل ما فيه، يجب ان تعرفوا البعض يجي حجنا في هذا، ليس كل ما فيه ملزم للجامعات. كل جامعه لائحة الوزارة موجودة، لكن لكل لائحة قواعد تنفيذية، والمقصود بالقواعد التنفيذية هي الإجراءات التي تتخذها الجامعة وتعتبرها مكملة لهذا الشيء، ولذلك من المهم الاطلاع عليها. ماذا نعمل نحن في إدارة الابتعاث؟ إدارة الابتعاث ليس لها علاقة بالقبول،
ليس علاقة في قبول التخصص نفسه أو قبول الجامعة أو الابتعاد على هذا التخصص أو هذا التخصص. إحنا دورنا كوسيط وأيضا نضبط عملية الابتعاد سواء فيما يتعلم بما تنضبط عليه اللوائح الصادرة من وزارة التعليم العالي، الإجراءات الصادرة من وزارة التعليم العالي للتنظيمات الصادرة، وأيضا الإجراءات اللي تصدر من الجامعة. ولذلك من المهم أن تدركوا هذا الشيء. طبعا لو حاولنا نضع نماذج للإجراء الأشياء التي تقوم بها إدارة الابتعاد، بالتالي التخصص والقبول والقسم والقبول الأول كله هنا بعمداء الكليات ورؤساء الأقسام. لكن إدارة الابتعاد تكون هي الوسيط، استمرار البعثة للابتعاد في المقام الأول، استمرار البعثة، تغيير الجامعة، تمديد البعثة، الرحلات العلمية، تغيير التخصص، إنهاء البعثة، حضور الدورات التدريبية. بالطبع كل هذه أيضا ترتبط، معظم أعمالنا ترتبط بالأقسام. ولذلك من المهم جدا أن يكون الطالب ملم بهذه الأشياء من خلال دراسة الدورات. تحدث لكم الدكتور فوزي عن السفير، لا يحتاج الحديث عنه، لكن يعتبر هو الرابط الأساسي. لا يقول واحد والله اتصلت على تلفون ولا لقيت أحد. سفير هو المرجع. حتى اللي تأتينا لا نستطيع أن نأخذ منك مثلا طالب علمية دون ما تصلنا من سفير، لأن في سفير ترفعه للمشرف الأكاديمي، المشرف الأكاديمي يرسل علينا. طالب التمديد يرسل للمشرف الأكاديمي، تواصلك في البعثة سوف يكون مع المرشد الأكاديمي لك في الملحقية في البلد اللي تدرس فيها. لا تراسلنا قبل ولا تراسل القسم تقولوا متأخرتوني. لا تقعد تدور هواتف، الهواتف عند البريد الإلكتروني إذا تأخر عليك حق السفير. هذا لعله أبرز شيء أنا أقدر أشوف الموظف المقصر فيه أو اللي ما قام بالعمل، وأشوف الخطأ اللي ارتكبته وأنت جالس تطلب حاجة ليست من حقك أو ليست من إجراء القانوني. لذلك نحن كهمزة وسط نتأكد من تطبيق التنظيم في الابتعاد بدون ما يتصل الابتعاد، صحة الإجراءات اللي تمر بها معاملات التعديل، متابعة المبتعدين ورفع التقارير عنهم ومنهم. بالضبط كل هذا عن طريق الملحقية أو برنامج سفير، متابعة معاملات التعديل مع الملحقات الثقافية عبر نظام سفير والكليات جميع إدارات الجامعة، مشاركة في تنظيم مثل ورشة العمل هذه. طب شروط الابتعاد موجودة في اللائحة، يكون سعودي جنسية، يكون قد أمضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن سنة من تاريخ تعيينه، اللائحة أيضا تقول سنتين. نحن في الجامعة إذا بغيت تبتعد نلغي السنة هذه، والوزارة تعمل فيها وبعض الجامعات تعمل فيها، لذلك لا تنتظر سنة. أكثر من سنتين سوف تكون هناك مسافة. ظهر الدكتور عبد الله موسى اليوم ذكر لكم عن كم العدد 1575 تم طلب تحويلهم إلى وظائف إدارية من مبتعثين أو من معيدين ومعيدات محاضرين ومحاضرات. القبول يجب أن يكون من جامعة مصنفة من وزارة التعليم العالي. عمر المبتعث 30 و35 لمجلس الجامعة الاستثناء. المبتعث يجب أن يرافق لها معهد لتعهد في العمل في الجامعة بعد عودته مدة تعهد. هذه الأشياء موجودة. بالطبع المادة الرابعة تناول الماجستير، الدكتوراه، لاحظوا اللغة مو فيه، لكن احنا أيضا مثل الجامعات الأخرى مثل الوزارة نسمح بالذهاب للحصول على قبول اللغة. لكن من وين؟ عندنا أربع دول هي اللي الآن نعطيكم المجال على أساس الحصول على القبول منها. أعيدها، كندا سوف تأتي مرة ثانية، كندا، أمريكا، نيوزيلندا، وأيرلندا. طيب سوف نتابع خطوات الابتعاث اللي تهمكم على اساس المبتعث او المبتعثه او المحاضر او المحاضره. عندما اتكلم بالمبتعث يعني جميع معيدين ومعيدات ومحاضرين ومحاضرات التخصص. نحاول التسهيل قدر الامكان. عند تعيين معيد او محاضر يجب عليه احضار كافه المستندات المطلوبه لفتح الملف. كثير منكم ما أرسلنا ملفات، بعضكم جدد،
وبعضهم لا زالوا قديمين سواء بنين او بنات. خطاب رئيس القسم المعني وعميد الكليه نموذج طلب الالتحاق بالبعثه صوره بطاقه الاحوال والهويه الوطنيه او بطاقه العائله المزوج، صوره من مؤشرات العلميه، صوره من قرار التعيين. السيره الذاتيه ليست بتلك الضروره لكن ربما تكون جيده لو صارت في الملف. والرجاء في السيره الذاتيه لما تتواجد صور الشهادات ما شاء الله بعضهم عنده دورات كثيره ومشاريع كثيره وبالتالي ضخم ملفه بشكل غير عادي. هذا هو في الجامعه دائما ايميل في عندنا ايميل لاداره الاتحاد موجود ان شاء الله في هذا الكلاس. والإيميل موجود هنا فيه هذه الأشياء موجودة خانات الذهب فيها، وهذه أهم شيء الأشياء المطلوبة المسندات التي تشيك عليها. في أسفل الصورة يفترض الموجود تأشيرة الموظف المسؤول في الكلية عن رفع كامل هذه الملفات، لأننا نطلبها من الطالب نطلب أن ترسل من الكلية للتأكد مستقبلا. طلب الضمان المالي بعد التعيين يجب على المبتعث مراسلة الجامعات، من المهم جدا مراسلة الجامعات. بعض يتساهل يقول السنة هذه إجراءات قبول إجراءات الحصول على قبول من جامعات متميزة تأخذ الوقت الطويل، بعض الأحيان تصل إلى سنة. يعتمد على التقدم، لما تقدم في بداية السنة يكون عندهم وقت على أساس الديدلاين او موعد نهايه التقديم. تعرفوا في كل الجامعات هناك موعد للتقديم على الدراسات سواء العليا او حتى الرئيس، بالتالي يجب ان يكون تقديمك قبل فتره. اذا تاخرت تقريبا 6 شهور او 7 شهور الله اعلم على اساس تحصل على تاهيل الفرصه ويفتحون القبول مره اخرى. ولذلك يجب يعني مراعاه النقاط التاليه: الاعتماد على موقع وزارة التعليم ومعرفة الجامعة المعترف بها، تأكد من الجامعة المسؤول بها بالابتعاث أيضا أن تكون غير مضمونة أو متكدسة، رفع طلب من عميد الكلية لإدارة الابتعاث إدارة الابتعاث لإصدار ضمان مالي، تحديد التخصص العام والدقيق باللغتين العربية والإنجليزية، مهم هذا جدا. وأيضا من المهم صورة جواز السفر، لأن هذا في مصلحة الأساس نتأكد من تطابق الاسم في الضمان المالي الذي نرفعه. بالطبع الدول والجامعات، اتوقع ان الدكتور عبد الله والدكتور فوزي غطوا بشكل جيد سياسه الوزاره في قضيه الابتعاث. من المهم ان تكون معتمده مراعاه الجامعات لسبب سبق ذكرنا انها موقفه او متكدسه، مراعاه التصنيف العالمي. اليوم كسبنا ايضا توقع رسل في بريطانيا، ومكلين في ذكر صحيح في كندا. بالتالي من المهم على اساس تخفف على نفسك الجهد قبل ما تبحث وتراسل وتخسر فلوس انك ترجع لهذه القواعد وتتاكد انها جيده. طبعا الجامعه لجأت ايضا الى عنصر مهم او عنصرين يجب ان يكون لديكم، واشار الدكتور عبد الله الموسى اليوم، اللي هو عدم الابتعاث اكثر من مبتعث لقسم واحد، وايضا عدم دراسه اكثر من 5 مبتعثين في الجامعه من الجامعه السعوديه الالكترونيه في قسم او في جامعه واحده وليس في قسم واحد. ندخل الآن على قضية شروط الابتعاث لدراسة الماجستير. يسمح للمعيدين بقراها لكم قراءة بالحصول على قبول لدراسة الماجستير من الجامعات المصنفة من وزارة التعليم العالي شرط أن لا تكون موظفة أو متكدسة في الدول التالية: الولايات المتحدة، كندا، أيرلندا، نيوزيلندا. الدول المصنفة مثل ما ذكر الدكتور عبد الله الموسى اليوم اللي هو هولندا، المانيا، بعض الدول الاخرى، هذه قبل ما تراسلها او تراسل جامعتها يجب ان تعرض على الكليه وايضا تعرض على اداره الابتعاث لتاكد
من ان هذه الجامعات بالفعل تطبق النظام التعليمي الذي ترقى فيه الوزاره والذي ترقى في الجامعه. هذه من المهم جدا التاكد من هذا. بالطبع قبول اللغه ايضا الوزاره ترى عندها تصنيفات على موقعها للمعاهد اللغه. عاده معاهد اللغه في الجامعات المتميزه مقبوله، لكن في معاهد لغه في امريكا او بعض الدول غير مقبوله في الوزاره. لذلك من المهم حصولك او التاكد من حصولك على قبول اللغه في معهد معترف فيه عندما يضيع عليك الوقت. النقطه المهمه كما ذكر الابتعاد على اللغه مفتوح للمريدين لهذه الدول. طبعا الكليات الحصله في المحضر او في القرار انه يجب على الطالب ان يعمل خلال وجوده في هذه الدوله، وهذه واحده من الاشياء اللي سعت لها الوزاره والجامعات الاخرى، وتشجيع الطلاب على الذهاب لدراسه اللغه ليس فقط من اجل دراسه اللغه بيرسي او فقط لدراسه اللغه، ولكن من اجل ان يكون قريب من الجامعات التي يرغب في التقدم عليها، وعلى الاقل في البلد اختلاطه مع زملائه هناك الذين لديهم خبره. وانا اشرت للدكتور فوزي ان الانديه الطلابيه تعتبر منجم ذهب ومنجم بيت خبره للطلبه اللي يرغبون في دوله او في السفر الى دوله معينه، لانهم في شباب متطوعين كما ذكروا يتميزون بمعرفتهم بالانظمه، يعرفون بالجامعات. هذا قبل يعني ما تقرر الذهاب هناك وتستفيد من خلينا نقول السؤال عن السكن او السؤال عن المدارس والسيارات، او حتى لا تقع في ايدي محتالين او لا قدر الله اشياء غير جيده. بالطبع الابتعاد للماجستير موقوف بالنسبه لاستراليا او بريطانيا. لا تبقى الجامعه حصول معيدينها على قبول في الماجستير بالنسبة للجامعات البريطانية أو استراليا. بالنسبة للدكتوراه نفس الدول اللي ذكرناها سابقا بشرط عدم التكدس أو أن تكون موقوفة. دول أخرى كما سبق ذكرنا ممكن الرفع فيها إذا حصلت على القبول أو حددت الجامعة قبل ما تحصلها. إذا حددت الجامعات الاتقان مثلا في هولندا، ألمانيا، بلجيكا أو أي دولة أخرى متميزة، أو ترى أن التعليم فيها متميز ويخدم تخصص، ممكن تستفسر من القسم أو من الكلية المعنية، بعد ذلك تقوم بالتواصل معه. بالنسبة لقبول الدكتوراه للمحاضرين في الجامعة، اتفق إدارة الابتعاث مع الكليات تشاور معهم أن سوف يتم تحديد التخصص أعلى 10 تخصصات في كل دولة من هذه الدول، وبالتالي يمكن للمبتعث أن يراسل فيه. عادة لن تخرج هذه التخصصات عن الجامعات المتميزة والتي تقبلها الوزارة، اللي هي جروب اوف 8 في استراليا أو مجموعة الثمان في استراليا، أو الجامعات المصنفة في الأشهر الأولى أو ما ذكرها الدكتور ذكر أن فيه ماكلين اللي هي في بريطانيا. بالتالي من الممكن أن الشخص يراسل هذه الجامعات أو التخصصات حسب ما تحدد القسم، وإن شاء الله خلال الأسبوع القادم كان اجتماع عندنا الأسبوع السابق وشبه بعض الكليات سلمت التخصصات، ونحن بانتظار الكليات الأخرى أو الأقسام الأخرى ليتم تسليمنا هذه الجامعات الموجودة في استراليا وبريطانيا حسب التخصص، وبالتالي سوف يتم ارسالها او تعميمها للمحاضرين. هذه صيغه الفاينانشال جارانتي، بس كذا حرصنا على ان يكون نتاكد من الاسم، نتاكد من التخصص، لان هذه من اهم متطلبات الجامعات حتى ما يطلع اي اشكاليه عندما نكتبها، وبالتالي نحاول ارساله. اعتماد القبول، اعتماد القبول يمر بمراحل، وربما هذه تكون اطول مرحله في عمليه القبول او عمليه الموافقه على دراسه في الخارج. بالطبع يجب ان
ليس من تسلم القبول الأسبوع الجاي راح يتم. هناك إجراءات تتخذ علي أذكرها على أساس، لأن هذه أهم الخطوات اللي يجب على المعيد أو المبتعد مراعاتها. يجب أن يعرض القبول على القسم العلمي إذا كان هناك قسم لأخذ توصية مناسبة أو اتخاذ توصية مناسبة. بعد ذلك يرفع محضر القسم إلى مجلس الكلية بالمصادقة عليه أو التوصية رفع التوصية المناسبة. بعد ذلك يجب أن يصادق مدير الجامعة على محضر الكلية. بعد ما يصادق مدير الجامعة على محضر الكلية يرفع لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي لإدارة الابتعاث للوكالة لاتخاذ الإجراءات. ويجب أن يشمل أو يشمل الطلب العناصر التالية: خطاب طلب عرض الموضوع على اللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب، والتي هي أحد خلينا نقول اللجان الدائمة المنصوص عليها في وزارة التعليم العالي والتي تعني بالموافقة على المبتعثين، صورة مصادقة مدير الجامعة على محضر الكلية، صورة من محضر مجلس الكلية، صورة من محضر مجلس القسم، صورة من بطاقة الأحوال، صورة من المؤهل الدراسي وكشف درجات مصدقين بختم طبق الوسط إذا كان غير موجود عندنا بالضبط، صورة من قرار إذا كان غير موجود إذا كنت سكنت من قبل كل هذه الثلاثة، وصورة من قبول في الجامعة ربما تكون هذه جديدة وليست لدينا. بالطبع تقوم اللجنة أو إدارة الابتعاث بعرض على اللجنة الدائمة لاتخاذ التوصيات والرفع بها إلى سائر مدير الجامعة للمصادقة. بعد مصادقة مدير الجامعة ترفع المعامل أمين مجلس الجامعة لعرض على مجلس الجامعة. هناك نقطة اتخذناها حتى نخفف الإجراء عدم عرض على مجلس الجامعة، وهي أن معظم قراراتكم صدرت بالتعيين والابتعاث من مجلس الجامعة، ولذلك عادة مصدر القرار بعد موافقة مدير مجلس مدير الجامعة على محضر اللجنة التدريب، وهذا يختصر جزء كبير من الوقت من مجلس الجامعة لا ينعقد إلا يعني على فترات متباعدة، وبالتالي ممكن الإجراءات حتينا نقدرها ممكن هذه الإجراءات تتهاوي بدون العرض على مجلس الجامعة ربما من شهرين إلى ثلاثة أشهر. ذلك هي ليست الشيء السهل في عملية الطلب. بعد ذلك بعد الوصول إلى الموافقة إذا كان يحتاج المبتعد لن يصدر قرار بالتعيين، ممكن أننا نحتاج أو نضطر يجب علينا حسب النظام أو على مجلس الجامعة. الخطوة الخامسة هي إصدار قرار تنفيذي للابتعاث. بالطبع صدور قرار مجلس الجامعة لا يعني انتهاء إجراء الابتعاث، يعتبر أنهيت مرحلة بديت المرحلة الثانية. يجب عليك خلالها تحديد موعد السفر، حجز الطيران، استكمال البيانات الخاصة بالقرار التنفيذي والذي يصدر بالموافقة. وهذا القرار على فكرة سوف نستعرضه ووعيكم الجهات التي ترتبط فيه، ولأنه ليس من السهولة تغييره بالنسبة للمبتعد. في هذه المرحلة يقوم مرشح الابتعاث باستكمال تحديد موعد السفر، خط السير، تحديد المرافقين، تحمية الممالك بالتعهدات الموجودة أو المطلوبة، الحصول على أخذ طرف من المقسم أو من الجامعة، تسليم كافة المسألات المطلوبة مع إحضار الأصول للمطابقة إذا كانت المطابقة في السابق والحصول على أمر الكافة. هذا القرار الإداري حسب الشديد فيه جهات من حوالي 10 جهات نضطر إلى نرسلها صورة من القرار: وزارة التعليم العالي، الملحقية الثقافية، القسم، إدارة شؤون الموظف، كمالة شؤون أعضاء تدريس الموظفين، صورة أيضا لرئيس القسم، صورة للمبتعث نفسه. بالتالي هذه الأشياء العناصر هي التي تشتمل على يفترض أن نبلغ فيها جميع الأطراف هذه. ولاحظوا سوف نأتي الآن بالتواريخ ابتداء منه، هذه تعتبر مهمة اللي هو تحديد موعد السفر.
تحديد موعد السفر يعتبر مهم جدا، لانه بناء عليه يصدر القرار التنفيذي للبعث. لا يجوز واحد يوافق مجلس النيابه او وافق اللجنه الدائمه للبعث اصدر القرار، لكن هو مسافر 6 شهور، مده القرار 3 شهور، اذا لم يتم خلاله فلازم ترجع المعامله من جديد، رفع مجلس القسم وتاخذ نفس الاجراءات. ولذلك من المهم الالتزام ان خلال 3 شهور من صدور القرار التنفيذي، هذا منصوص عليه في اللائحه، انك تكون مهيئ نفسك ومنهي اجراءاتك، انك منهي اجراءاتك بالنسبه للابتعاث. وهذا نص اللائحه يستلم السفر المبتعث الى مقر دراسته بعد صدور القرار التنفيذي لابتعاثه، ويلغي القرار اذا لم يصل الى مقر دراسته بعد مضي 3 اشهر. في حاجة مهمة واجهتنا استفسرنا عنها من بعض يطلب التأجيل. لا يمكن التأجيل، طلبت التأجيل مجرد مدة المعامل مرة أخرى. يعني صدرت قرار التعدد ولا أجل، ما نقدر. هذا نص اللائحة يقول يجب أن تمضي بعد صدور قرار التعدد. بالتالي يجب أن نروح نرسل خطاب ثاني لكل الجهات اللي أرسلناها 5 أو 6 جهات، ألغوا القرار. وتبدأ بالمرحلة الجديدة أساس يصدر قرار تنفيذي، وهياخذ نفس المراحل السابقه. ولذلك تحرص اداره الابتعاث على انها لا تصدر القرار الا بالتشاور مع المبتعث او المبتعث، على اساس انك تتاكد انك راح تسافر في التوقيت هذا. لا يوجد وجود ظروف، لا يوجد مشاكل، دراستك راح تسوي تبدا في الفتره الفلانيه، ما تجي والله دراستك تبدا في سبتمبر والله طلعوا لي القرار في يعني جون او قبل ذلك او قبل فتره 3 اشهر. حاول قدر الامكان انك تلزم قرار انه يصدر قبل حوالي 3 اشهر. عندنا الموافقه ممكن نخلي المحضر هذا بعدين بناء على طلبك ممكن احنا نصدر. وبالتالي يعتبر مهم هذا الشيء. الوصول الى مقر البعثه، اتوقع ان الدكتور غطاها بشكل كبير. اعطينا عناصر اسف بعض السبب كانوا يستنوا عناصر، اعتقد ان هذه من اهم الاشياء. والان مع نظام سفير الوضع مهيئ، وكل الاشياء المطلوبه موجوده على الموقع. ايضا النقطه المهمه هو اللي سبق اشاروا لها، ما ادري سمعتها ولا لا، انه يجب ان يكون ما تصل لمقر البعثة قبل الشهر 1. ليش؟ على أساس الملحقية لن تصرف لك أي مكافآت مالية ويبدأ الصرف عليه قبل الشهر 1. تذكر قبل شهر 2 لتصرف الفترة الأولى على حسابك، أو تحاول تعرف على البلد ممكن، يعني حيكون راتبك ماشي هنا بالكامل. لكن لما تذهب هناك نص الملحقية، نص اللائحة يبدأ الصرف على المبتعث من تاريخ وصوله إلى مقر بعثته، على ألا تزيد المدة من تاريخ وصوله وبذلك دراسه لها عن شهر 1. طبعا هذه أشياء أو وثائق يجب عليه تأمينها، صورة جواز السفر للمبتعث ومرافقيه يعني عائلك أو المحرم إذا كان مبتعثاً، تأشيرة الدخول يحتاجون إلى صور، صورة من خطاب القبول الأكاديمي، صورة من قرار الابتعاث، صورة مصدقة من كشف الدرجات وآخر مهمات مؤهل حصل عليه، صورة من مطابقة الأحوال المدنية للمبتعث والدكتورة العادلة إذا كانت تعرف تطلب. طب لما تروح تصل هناك تفتح الحساب ترسل له صورة من هذا الشيء الأساسي اللي موجود لهم في حسابك. باختصار هذا الذي لدي. أتوقع إذا كان عندكم أسئلة لم تغطى قدر الإمكان حاولت أن أوجز، لأن في بعض العناصر تم طرحها. عن قريب نراكم إن شاء الله في مقرات دراساتنا، ونتمنى لكم التوفيق، وأي شيء كما ذكرت في التواصل الموجود. ألف شكر على حضوركم، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.